الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، يطمح فيه الناس للعدل والحرية والأخوة والتسامح، أهلا وسهلا بكم معنا إلى إذاعة وطني، حيث سنناقش في هذه الأمسية وفي هذه الندوة المفتوحة موضوع التداول السلمي على السلطة في الجزائر والتغيير. بإمكانكم أن تشاركوا معنا من خلال السكايب راديو وطني بكتابة رسالة قصيرة: فلان من المدينة الفلانية أريد المشاركة في البرنامج. كما بإمكانكم الاستماع لإذاعة وطني من خلال الوسائط المختلفة، من خلال المواقع المرتبطة بإذاعة وطني. الموقع الرسمي نتاع إذاعة وطني هو www.radiowatani.com. إذن نحن اليوم السبت 19 ديسمبر 2015، نحن على المباشر مع الأخ نوري من إسبانيا. الأخ نوري، نحن في موضوع إذن اليوم هو حول التداول السلمي على السلطة في الجزائر. بداية، ما هو التداول السلمي على السلطة وش هي الأهداف تاعه؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، ما يخص موضوع اليوم التداول السلمي على السلطة بصفة عامة، وسوف نخص بالذكر مجتمعنا الجزائري. أولا، للتطرق لهذا الموضوع ربما نبدأ كالعادة بالتعريف اللغوي لمصطلح الدلالة، اللي هو يعني يجمع هذه الكلمات واللي هو نقصد به التداول. نعم. فلغويا لما نقول التداول ماذا نقصد بذلك؟ فهذا المصطلح هو مصدر فعل تداول، يتداول تداولا مداولة، ويجي المصطلح اللي هو التداول. وفي المعنى اللغوي التداول له عدة معاني، منها مثلا هو التناوب، التعاقب، الاستخلاف، وهناك معاني أخرى حسب الجملة التي يكون موجود فيها. ولكن من خلال هذه الثلاث كلمات مثلا نقدر يعني نفصل فيها حتى نستخدمها في المفهوم اللي راح نترقونه، اللي هو التداول السلمي على السلطة. وهذا المصطلح اللي هو التداول نجده في كثير من الأماكن، في كثير من الكلام. فنسمع مثلا يقول هناك مثلا كلام تداولته الألسن، يكون كلام يدور يقول لك كان واحد الكلام راه يتداوله الناس بيناتهم. نعم. أول كلمة هنا مثلا، نعم، يعني تناقلته الألسن. نعم، تناقلته الألسن، يعني من فلان إلى فلان إلى 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 إذاعة، إلى منشاف راديو، إلى صحف، إلى ما غير ذلك. نعم. وكذلك مثلا في بالنسبة للاقتصاد والمال يقول لك تداول النقد أو العملة الصعبة أو تداول السلع، يعني تمشي من 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 شركة بيع إلى شركة، من مكان إلى مكان، وما شابه ذلك. كذلك يعني هناك تداول الأيام بين الناس، وهذا موجود في القرآن الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم. فبالتالي هذه الكلمة موجودة في عدة أماكن، يعني موش يعني صعبة في الإنسان. تداول الليل والنهار. نعم، مثلا نعم. تعاقب الليل والنهار موجودة كذلك، نعم. وهذا من يعني من مفهوم تاع اللغوي تاع التداول، كنا موجود فيه التعاقب، الاستخلاف، التناوب، وما شابه ذلك.
الآن إذا مثلا رجعنا للمفهوم الاصطلاحي اللي هو نقصد به الآن مثلا التداول السلمي على السلطة أو التداول على السلطة بصفة عامة، لأنه إحنا كي نقول التداول على السلطة نحن نقصد بالضرورة التداول السلمي، لا نقصد غير ذلك. نعم. فالتداول على السلطة هو يعني في مفهوم الاصطلاحي هو التعاقب أو التناوب أو توزيع السلطة، أو كذلك نقدر نقول مثلا تقاسم السلطة أو المشاركة في السلطة كذلك، أو كذلك هو خلافة السلطة. وفيه كذلك نقدر ندخل فيه في كل دائما في هذا المفهوم تغيير السلطة، لأن الناس اللي غادي يغيروا السلطة هم ناس آخرين اللي راح يجيو يكونوا في السلطة، بالتالي يكون فيه تداول. انتقال السلطة كذلك تدخل في المفهوم اللي هو التداول على السلطة، تبادل السلطة وتجديد السلطة. إذا كل هذه المفاهيم هذه اللي ذكرناها ومفاهيم أخرى ربما يذكرها الإخوة لاحقا تدخل في هذا المفهوم لما هو التداول السلمي على السلطة. الآن مثلا يجي نقصد مثلا ما معنى التداول السلمي على السلطة أو التداول على السلطة بصفة عامة، ماذا نقصد بذلك؟ لأنه في كثير من الأحيان ربما يعني فيه ناس أو نقول أغلبية الناس عندهم مفهوم يعني مضلل، مفهوم مشبوه، مفهوم ربما عمل عليه بعض الناس أصحاب التضليل والنفاق السياسي وغرسوا مفهوم خاطئ في ذهنية المواطنين على هذا المفهوم، ويظهر لهم على أن التداول السلمي للسلطة أو التداول على السلطة هو يعني بيرسم للمواطن على أنه كما نقول إحنا التسلط والتغطرس والاستيلاء والانتفاع والتمتع والفوز بالمناصب والفوز بالمسؤوليات الحساسة وما شابه ذلك. وهذا ليس هو التداول السلمي. إذا تطرقنا إلى المفهوم للتداول السلمي على السلطة أو التداول على السلطة له مفهوم مغاير على ذلك، ولذلك هذا ما سوف نذكره، أن التداول على السلطة هو عملية أو هو ممارسة سياسية ضرورية، يعني لازم تكون، هذا يعني كي نقوله ضرورية. وهذه المعاملة يعني وش تدير؟ تقوم بتغيير الأدوار بين القوى السياسية. علاش تقوم باش تغير الأدوار؟ يعني تكون حزب معين أو جماعة معينة أو ما شابه ذلك تكون عندها في يدها السلطة، لازم تغير الأدوار وتعطي السلطة في يد جماعة أو قيمة سياسية أخرى. إذن هذا تبادل الأدوار اللي تم بالقوى، هذا تغيير الأدوار يعني يكون ضروري حتى أنه الحزب أو الجماعة الحاكمة أو الناس اللي يكونوا في السلطة ينتقلون إلى الدور المعارض من أجل تصحيح الأخطاء وفهم الأمور اللي تكون غامضة عليهم في المكان اللي يكونوا فيه في السلطة. يعني هذا هو المفهوم تاع التداول تاع السلطة، يعني حتى أنه بالمفهوم آخر الحزب أو الجماعة المتسلطة اللي يكون فيها السلطة ولا تتداول ولا تعمل في المعارضة فهي لا تفقه شيئا ولا تعرف شيئا، وكأن التداول ضروري وفرض على أي حكم أو حزب أن يقوم في المعارضة من أجل تصحيح الأخطاء نتاعو ومن أجل التجديد البرامج نتاعو والمفاهيم والأسلوب وما شابه ذلك. لأن هذا هو مفهوم يعني التداول على السلطة. التداول على السلطة هو يعني هو أصل داخل في مفهوم حتى الديمقراطية، يعني يقول باللي التداول على السلطة هو استخلاف للسلطة باعتباره شرط من شروط الديمقراطية. احنا نسمع يقول الديمقراطية ولكن كل هذا كلام، لأن الشرط الأساسي للديمقراطية وش هو يعني لما تجسد في الواقع هو التداول على السلطة. لا وجود لديمقراطية بدون وجود تداول على السلطة، حتى ولو كان هذاك اللي راه في يد السلطة يعتقد نفسه أنه عبقري وعنده وعنده وعنده، ولكن هناك يعني تداول لازم يكون ضروري. وهذا ربما نذكره لاحقا لما نمروا للنقاط الأساسية نزيدوا نذكروا لماذا والأهداف وما شابه ذلك. احنا الآن مازال في التعريف،
ما عرفتش نعم، ربما إلى شكرا أخي نوري من إسبانيا. الأخ عبد الرحمن من بومرداس، مرحبا بك أخ عبد الرحمن. نحن في بداية البرنامج، الموضوع تاعنا اليوم هو حول التداول السلمي على السلطة في الجزائر. بداية، ما هو التداول السلمي على السلطة؟ وش هي الأهداف نتاعو؟ تفضل الأخ عبد الرحمن. نعم أخي مرضي، بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لك وعليكم السلام. تحياتي المباركة ولجميع الإخوة الحاضرين معنا والمستمعين على إذاعة وطن. التداول السلمي على السلطة هو منهج من مناهج السياسة والحكم تعتمد عليه الأنظمة الديمقراطية من صميم الشعب، التي تعتمد على الشعب وترجع إليه في جميع الاستحقاقات الهامة. والتداول السلمي على السلطة هو طريقة سياسية، طريقة للحكم تعتمد على دولة المؤسسات، التي تعتمد أيضا على الفصل بين السلطات، وهو عكس التداول التداول القهري على السلطة الذي يقوم على المؤامرات وعلى الانتخابات وعلى الحكم بقوة الحديد والنار. نعم أخي مرتضى، هذا ما يمكن أن أقوله. شكرا الأخ عبد الرحمن. أخ عيسى من كندا، مرحبا بك. ألو ألو، ألو، نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ عيسى. الموضوع تاعنا اليوم هو حول التداول السلمي على السلطة في الجزائر. بداية، وش هو التداول السلمي على السلطة؟ وش هي الأهداف تاعه؟ تفضل. السلام عليكم، أهلا وسهلا بالإخوة الحاضرين والإخوة المستمعين من داخل الجزائر وخارجها، أهلا وسهلا بكم في راديو وطن. التداول هو، أنا على حسب رأيي أنا والشي اللي رانا عايشينه، هو التعاقب ولا تغيير نظام إلى نظام آخر جديد، أو الانتقال من نظام حكم إلى نظام حكم واحد آخر بطريقة ديمقراطية، بطريقة عادية، بالانتخابات وكان فيه على حسب الاتفاق أنه يتفقوا على أنه 5 سنين ولا 7 سنين للمدة، ولازم يكون فيها تغيير. الشخص عنده عالمي اللي معروف عالمين عنده الحق في مرتين لا ثالثة لها، إلا في خصوصيات جنسيبا صارت مرة في الحرب العالمية الثانية، لكن يتم التغيير من نظام حكم إلى نظام آخر بتغيير الأشخاص، بتغيير البرامج، بتغيير ممكن أشخاص كان الناس تبقى على حسب الانتخابات تهم، لكن على حسب البرنامج يتغير البرنامج يتغير، لكن المبادئ الأساسية تبقى هي. زيدو شيها بالتداول و الهدف من التداول السلمي على السلطة، أي الهدف هو أنه تكون فيها لما نديروا التداول على السلطة ليكون فيه تغيير، نلغيو كلمة ديكتاتور ضد الديكتاتورية، ما يبقاش واحد طول عمره يموت هو حاكم، سما كل مرة بتغير الأشخاص بتغير الأفكار وبتغير البرامج وبتغير العقلية ثاني على عقلية التسيير أو طريقة التسيير، لأنه يعني كل شخص ولا كل برنامج عندهم طريقة أو استراتيجية لجعل أنهم تغيرت أشياء خير من اللي قبل، أو أميليوري كما نقولوا بالفرنسي، يعني كاين حوايج يتغيروا وحوايج يعاودوا يخدموها مليح. المهم أنا هذا هو التداول، هو التغيير من سلطة إلى سلطة، التغيير إلى برنامج إلى آخر. والهدف تاعو هو انه انصر بارطاجي سما كيما نقولوا، الحكم ما يحكموش واحد طول عمره، يقدروا يحكموه الناس كل واللي يمارسوا السياسه بشكل خاص.
نعم، هذا ما عندي فضل. شكرا الأخ عيسى من كندا. المهم في انتظار هو أنه ربما يلتحق بنا إخوة آخرين، نحاول أن نزد نضيف بعض المعلومات المتعلقة بهذا النقطة نتاع التعريف نتاع التداول السلمي على السلطة والأهداف نتاعو. كما كانوا يقولوا الإخوة، إذن التداول السلمي على السلطة بمعنى هو أنه التشارك والتقاسم نتاع السلطة، ولما نقولوا التقاسم نتاع السلطة بمعنى أنه فيه مؤسسات تحكم، مايش مؤسسة واحدة، فيه مؤسسات بمعنى كاين البرلمان، كاين المجلس الدستوري، كاين الرئاسة، إلى غير ذلك من المؤسسات اللي تصنع القرار في الجزائر. ولما نقولوا مؤسسات، ربما من الناس الآن راهو يسمع فينا يقول إيه يا سيدي، المؤسسات راها موجودة، المؤسسات موجودة، ولكن المواطن الجزائري إلى حد الآن، يعني إلى حد هذه اللحظة وين أنه رانا نتحدث في هذا الموضوع، يجهل شكون هو اللي راهو يقرر في الجزائر. يعني كيفاش هذا رئيس مثلا مريض؟ عيسى من فضلك الميكروفون. عيسى راهو عندك تشويش كبير في الخط تاعك، عاود خرج وعاود ادخل. عيسى إذا راك سمع فيا، راهو تشويش كبير في الخط. نعم الآن ربما هو نعم الآن ربما الآن راهو أو راح التشويش هذاك. إذن كاين جزائريين وجزائريات للآن في 2015، نحن على مقربة من 2016، يعني رانا عشية كما نقولوا 2016، ناس راها تتساءل من الذي يحكم في الجزائر وشكون هو اللي راه يقرر. لما نقولوا تداول، إذن تداول بمعنى أنه التعاقب والتشارك في السلطة. الآن وين راهو التشارك في السلطة؟ يعني ترى فيه معارضة راها موجودة الآن، راها متقاسمة السلطة هي وهذا الناس اللي راهم يحكموا في البلاد، يعني ترى فيه تعاقب على الحكم. سؤال مطروح. ولما نقولوا احنا تعاقب والتشارك على السلطة، الهدف وش هو؟ الهدف هو العدل، بمعنى أنه يكون هناك عدل. لماذا؟ لأنه لما يكون القرار راه موجود في مؤسسة وحيدة، يعني هذاك اللي راهو عنده سلطة القرار يصير هو ما على بالوش بالمؤسسات الأخرى، يتصرف كما يتصرف في جيبه، ما على بالوش، تسمى يولي يتصرف بالنفحات نتاعو، يولي يتصرف بالأهواء نتاعو، نفحت له ينحي واحد من المسؤولية، نفحت له يقلبه. البارح نحى طرطاق، لهاو اليوم رجعوه حطوه على رأس جهاز المخابرات. ما كانش مؤسسات هي اللي راها تحكم، أهواء هي اللي راها تحكم، نزوات هي اللي راها تحكم. وهذا يدل من أنه ما كانش تداول سلمي على السلطة، وكنجيو لها فيما بعد. إذن التداول بمعنى هو التشارك، هو تقاسم السلطة، وتقاسمها مش التقاسم نتاع أرباح قال أرواح نقسموا مع بعضنا، لا، تقاسم نتاع السلطة بمعنى تقاسم المسؤوليات، والهدف من أجل بسط هذاك العدل بين الناس حتى لا يظلم أحد. لكن لما تصير السلطة هذيك هي موجودة عند جهة ولا عند عصابة، يصير فيه ظلم وتولي تروح الحقوق نتاع الناس. لذلك من هذه الأهداف هذه نتاع التداول السلمي على السلطة هو بسط العدل، هو رفع الظلم ورفع الغبن على الناس. أخ تونسي من سطيف، مرحبا بك. ألو ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. أهلا بكم الأخ تونسي. الموضوع الثاني اليوم هو حول التداول السلمي على السلطة في الجزائر. ما زلنا في بداية هذا البرنامج، إذا كان ممكن هو أن نضيف لنا بعض المعلومات المتعلقة بالتعريف نتاع التداول السلمي على السلطة والأهداف تاعو. نعم، بارك الله في الإخوة اللي تقدموا بالتفسيرات، وكل واحد يزيد يضيف إضافة ممكن إن شاء الله تزيد فايدة للموضوع. نعم، التداول على السلطة هو في جميع المجالات، ليس إلا في مجال الرئاسة، يعني رئاسة الدولة فقط، في جميع المسؤوليات، أي مسؤولية تتمدلك يكون فيها تداول على هذه المسؤولية هذه، لأن كل دامت لغيرنا ما وصلت لنا،
وهذه دوك التداول على السلطه هذه والله التداول على المسؤوليه في 2015 راهي ولات مؤسسه علميه ولات كما نقولوا دراسه علميه عندها منهج ممنهجه مش هكذاك بالوراثه والله بالمعرفه والله راهي ولات يعني مدروسه وممنهجه كما نقولوا لا جيستيون ان بون جيستيونير يعني واحد مسؤول هو اللي يقدر يسير المؤسسات بالشيء اللي عنده من علم رانا في وقت العلم نور الدين رانا في عصر العلم عصر المعرفه عصر المعلومات ماناش في عصر كما نقولوا الزعامه والله المشيخه والله بالاقدميه والله بالثوريه والله بالشيء اللي ناضوه مجاهدين في الوقت فات والله خلاص داروا الشيء اللي عليهم في المرحله نتاعهم اما المرحله هذه تاع 2015 والله مرحله العلم لازم التداول السلمي على السلطه بالمعرفه دوك انا حطوني في مؤسسه معينه ما وحنا رانا ندرسوا فيها دوك علميين رانا ندرسوا فيها عندك ربع سنين تخرج واش كاين في الجعبه تاعك الشيء اللي تعلمته الشيء اللي قريته الشيء اللي لاحظته الشيء اللي جبته من خبره الشيء اللي جبته من كلش ربع سنين تبدا تخدم به وتخدم به مع البطانه نتاعك البطانه اللي تفهمك ما تكونش انت مثلا رئيس وتجيب لي بطانه تخالفك هنا مش راح تمشي لازم الرئيس والله المدير والله المسؤول تكون البطانه كما هو كما الافكار تاعو والله كما البرنامج تاعو نور الدين ما تجيبليش واحد راح يخالفك في التسيير تاع المؤسسه التسيير تاعها كون يخالفك واحد رايحه تروح لا غوش والله رايحه تروح لا دروات ما تصلحش ولهذا الانسان كي يجي على راس المسؤوليه رايح تعطي له الاوليه في اختيار الناس ولازم يكونوا كفء ثاني ما يكونوش هكذاك بالمعرفه بني عميس لازم تكون تبين منهج السي في تاعك يعني واش عندك من باكاج واش عندك من علم ماشي يحط لي برك قال انا راح نحطك مسؤول وزير الداخليه والله وزير الدفاع وما عندكش حتى معلومات عليه ما عندكش باكاج عليه لازم يمد السي في تاعو هذا وين قرا وين عبد العسكر تاعو واش التطور اللي طوره واش العلم اللي قراه واش راح يفيد باش حنا ما عندنا قبلوه هذا الناس هذا لازم تكون البطانه الصالحه واللي تمشي معاه في المنهج تاعو في البرنامج تاعو شوف المده هذه تاع ربع سنين هذه راهي مدروسه اذا كان زاد فوقها وخيروه مثلا تخيرته المؤسسه والله خيروه العمال والله خيروه الشعب في الرئاسه والله في الوزاره اذا كان شافوا فيه عنده مازال يقدم ومازال في الجعبه نتاعو اما اذا كان ربع سنين هي كيما نقولوا لو ستريكت خلاص هذاك هو يعني واش قدم خلاص لانه نور الدين كي يتحط على رئاسه المسؤوليه رايح يلتزم بالمسؤوليه هذيك موش رايح يزيد يتعلم موش رايح يزيد يتطور بار كونتر كاين الاخرين اللي راهم يجيو من بعده راهم ديجا في مرحله التطور ممكن يلاحظوا عليك اخطاء ممكن يلاحظوا عليك حوايج ملاح راك درتهم يطوروهم من بعدك ممكن كاين اخطاء درتهم يعني يصلحوهم يعني هذا هو التداول على السلطه واي سلطه حنا دوك كي نهضروا على السلطه نفهموا باللي رئاسه فقط ماشي رئاسه فقط نور الدين حتى في القضاء حتى في كيما نقولوا لي بيلي العرس تاع السلطه لازم يكونوا صحاح لا باز تاع السلطه لازم تكون صحيحه نور الدين كون تكون عرسها مهرية يقدر هذاك البنية اللي تبنيه تاع المؤسسات يميل ها هذيك نجيو ليها فيما بعد ماشي يقدر يريب هذا هو نجيو ليها فيما بعد ان شاء الله طيب. شكرا للاخ تونسي الاخ نوري من اسبانيا الاخ نوري الان بعد ما درنا هذا التعريف البسيط هذا نتاع التداول السلمي السلطه والهدف نتاعو يا هل ترى فيه ثقافه للتداول السلمي على السلطه واش هي نعم اذا كان سمحت الاخ نور الدين ربما نذكر بعض النقاط فيما يخص الاهداف ما نعم تفضل كان ممكن تفضل نعم بعد ما عرفنا اعطينا هذا التعريف البسيط السطحي للتداول على السلطه اذن الان ربما يقولوا ولا شيء يعني التداول يعني يكون ولا ما يكونش كيف كيف يعني عنده هدف ولا ما عندوش يعني ما هي المهمه نتاعو وين تروح للابعاد نتاعو وين توصل وين تدينا كما نقولوا احنا وبالتالي هذا هو الاساس اللي لازم يعني يكون لازم نحيط بالمعرفه نتاع الاهداف نتاع التداول على السلطه
أن التداول على السلطة هو كله أهداف، حيث أنه يعتبر، هو في حد ذاته يعتبر المحرك الأساسي لاستمرارية الحكم الديمقراطي. يعني إذا بغيت يكون حكم ديمقراطي حقيقي فعلي مجسد على الواقع لازم يكون تداول. ما كانش تداول على السلطة ما تكلموش على ديمقراطية. إذن من الأهداف كذلك الأساسية بالدرجة الأولى نتاع التداول على السلطة هو أنه يهدف لقيام نظام سياسي عادل ومنصف، أي أنه يقوم على إنشاء دولة دستورية ترتكز على السلطات الثلاث اللي هي السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. يعني يعطيه هذا التداول، يجعل الهدف نتاعه يجعل من هذه المؤسسات الأساسية في الحكم وفي النظام يجعلها مستقلة ويجعلها تستعمل بطريقة مستقلة ومنظمة ومفيدة للمجتمع. هذا هو الهدف الأساسي نتاع التداول على السلطة. كذلك من الأهداف نتاع التداول على السلطة أنه في حد ذاته هو يهدف إلى إيجاد حلول لملفات معلقة أو عالقة. كان هناك حلول مثلا في الجزائر ملفات لحد الآن عالقة، ما لقاولهاش حل. لماذا؟ لأن السلطة الحاكمة لا تعتني أو لا يهمها، وبالتالي التداول على السلطة هو اللي يقدر يجد الحلول لتلك الملفات العالقة. هذه من أهداف التداول على السلطة. كذلك نزيد نضيف مثلا الأهداف نتاع التداول على السلطة أنه يمنع احتكار السلطة التنفيذية اللي هي الشرطة والعسكر والدياراس وهذه الأمور هذه اللي هي كانت تقمع والدير. فالتداول على السلطة يمنع الاحتكار السلطة باش تكون عند ناس معينين، وهذا الشيء راك شفتوه في الجزائر، السلطة في يد من كانت يعني بالدياراس بالشرطة وما شابه ذلك. وكذلك من الأهداف نتاع التداول على السلطة أنه يهدف إلى خلق جو إيجابي، يعني يجعل أن هناك تعايش سلمي ويجعل أنه خلق إيجابي من المناسب من المنافسات في سبيل التنمية والازدهار. ماهوش المنافسات اللي رانا نشوفها اليوم نتاع هذا تهم هذا، هذا سب هذا، هذا شتم هذا، هذا عاير هذا. التداول السلمي هذا هو الشيء اللي يخلق جو إيجابي، إيجابي للوطن للمجتمع. كذلك من الأهداف أنه يعمل أو يهدف إلى إنشاء نظام أو سلطة أو نظام بصفة عامة يتميز بالعدالة والمساواة عفوا. وكذلك أنه يضمن الشفافية. يعني راك تشوفوا احنا مثلا في المجتمعات اللي هي تكون عند السلطة المتفردة لسنين طويلة ما فيها الشفافية، ولكن لما المجتمعات اللي فيها التداول على السلطة يتم فيها الشفافية. هذا كذلك من الأهداف الرئيسية نتاع التداول على السلطة. وكذلك عنده أهداف أخرى أنه مثلا يعمل على مثلا تبادل الممارسات السياسية الحقيقية وتفتح للأحزاب كلها، تفتح لها كما نقولوا احنا ذاك التعايش السلمي ويصبح تنسيق بيناتهم، تبادل الأفكار، تحالف في بعض الأمور، تقاسم الأدوار. هذا هو الشيء اللي يجعل التبادل، يجعل أن الناس يجد التماسك. وكذلك الشيء المهم كذلك أنه يكرس الوظيفة الحقيقية لمؤسسات الدولة، كل المؤسسات الدولة. التبادل على السلطة هو اللي يكرس المؤسسات ويعطيها أكثر قيمة وأهمية ويعطيها أكثر استقلالية وفعالية. والنقطة الأخيرة اللي ربما ننتهي بها من الأهداف أن التبادل على التداول على السلطة يمنع الانسداد. يعني كل السلطات اللي تلقاها من سدة في الأخير تصل، لا حتما تصل الانسداد، لأن ما كانش فيها تداول على السلطة، بالتالي تمنع الانسداد وتمنع كذلك الاستبداد. يعني هذا ما لدي أنا أقوله فيما يخص الأهداف، وربما مانيش عارف إلا تترك الفرصة. شكرا الأخ نوري. الأخ عبد الرحمن من بومرداسي، هل ترى فيه ثقافة للتداول السلمي على السلطة؟
نعم أخي نور الدين، هناك ثقافة للتدين السلمي على السلطة، تعتمد هذه الثقافة على حرية الرأي، حرية الاختيار، واحترام الآخر، وهذه هي 3 مقومات للتدين السلمي على السلطة، هي منهج يعتمد عليه الساسة ويعتمد عليه المنظرون، وهو في حقيقة الأمر منهج عام، ليس في السياسة فقط، ولكن هو منهج عام يؤدي إلى هذه الغاية، وهو التدين السلمي على السلطة. وهذا التدين وهذه الثقافة يعني موجودة في الدول التي اعتمدت السلمية للوصول ولتسيير شؤون يعني بلدانه، والدول والمجتمعات التي اعتمدت طرق أخرى تعتمد على المركزية وتعتمد على احتكار السلطة والنفوذ، هذه يعني قد جانبت يعني هذه الثقافة واعتمدت على يعني الإقصاء، اعتمدت على نوع من الثقافة يعني التقليدية التي لا تعتمد على يعني المشاركة، تعتمد على التجديد وتوسيع يعني مجال الشورى والرأي. نعم أخي نوردي. شكرا، تفضل الأخ عيسى في نفس النقطة. نعم، بالطبع لازم يكون في ثقافة، سينو الله، ثقافة الحوار، ثقافة التحاور، ثقافة قبول الآخر، ثقافة انك تتصارع من اجل افكارك، لازم تخبط الطاولة باه يسمعوا افكارك، هذا هو التداول على السلطة، هذا هو الثقافة يعني تخلي الانسان انه ما يكرهش انسان انه ادفيرسير تاعو. يعني كيفاه مثلا درك لما يكون رئيس حزب، هو من نهار اللي انشئ هذا الحزب قال مثلا من 1945 وحنا رانا في 2015، هو راه على رأس الحزب هذا، لا انتخابات ولا هم يحزنون. يا هل ترى هذا الشخص هذا الذي يطالب بالتداول السلمي على السلطة عنده هذه الثقافة نتاع التداول السلمي على السلطة؟ ما عندوش هذا، احنا عند ما كي تكون انا هنا ورانا عايشين هنا، كي واحد رئيس حزب يشارك في انتخابات ويخسر، اسمه ما يخرجش، يستقيل من الحزب تاعو، هذا محكم له حكم ما راح رئيس، هذا مازال رئيس حزب تاعو، كي يشارك في انتخابات وما ينجحش يخلي بلاصتو لغيرو. هنا احنا عندنا كارثة. انت دركا مثلا احنا ندوب بالامثلة باه نتفاهموا مليح، دوك سعيداني ولويزا حنون يا اخي قالوا 2 كلمات لبعضهم عن طريق التلفزيون، كنت ما يهضروش مع بعضهم لين يموتوا ولا طول العمر ولا ما نعرف. المهم هنايا شفناهم في البرلمان يوصلوا حتى الهضرات شويه كبار هكا، يعاود يقول له روتيني الهضره تاعك، تسمى يجبد الهضره تاعك وتقول تاهل خلاص ما عادش يخرجوا، تلقاهم قاعدين في الرستوره مع بعضهم. تسمى عندهم هذيك انا نتقابلوا على اللي يزيد تاعنا، ماناش نكرهك وتكرهني، احنا ما زالت عندنا غير ما تفهموش في الراي نكرهك، وهذه هي الثقافه اللي ماشي مليحه احنا عندنا، العقليه ثاني جايه من العقليه ثاني. المهم سي نورمال احنا عندنا دكاتره يقعد في الحكم كيما لويزا حنون، هذه مش قاعده قريب دات لا روتيت وفاتت، جاب الله حمصها مغيروا شويه، بصح اللي يقعد 20 سنه باه يروح. المهم ما كاينش تغيير تشوف فيه عادي هكا، لا فلان شويه هاي تتزعزع، راه كل مره وين يقعوا فيها لي كلام. زيد انا برك هدف تاع التداول تاع وين نسيتو، هو انه القضاء على التداول تاع السلطه يقضي على لي كلام،
مابقاش عندنا كلون تاع السعيد بوتفليقه وكلون تاع توفيق وكلون تاع القايد صالح وكلونات هذوك اللي كاينين هذوك كل هذوك يقضي عليهم التداول تاع السلطه ما يكونوش. لازم يخليكش تداول على السلطه انك تدير النفوذ تاعك، النفوذ تاعك باش تسيطر بيه على الناس، هذه ما كانش. ونزيد انا بقى نلخص كلامي انايا، الربع سنين الاولى سميوها ديمقراطيه، الربع سنين الثانيه انه شافوك تخدم مليح يزيدوا لك الديمقراطيه بلوس، اذا في ثلاث عهدات راك تولي ديكتاتور، واذا ربع عهدات راك مملكه، واذا خمس عهدات راك وليت قيصر. هذا هو كلامي، وتفضل خلي الكلمه لخوت. نعم شكرا. الاخ تونسي راك معنا ولا؟ الاخ تونسي مانيش عارف الا راك معنا. المهم في انتظار ربما عودة الأخ تونسي فيما يتعلق بالثقافة نتاع التداول السلمي على السلطة، لا شك في ذلك. إذا كان مش موجودة هذا الثقافة ما يقدرش يكون هناك تداول سلمي على السلطة في الجزائر، وهذا الشيء اللي راهو يحدث في الجزائر. لو كان جات هناك ثقافة بحيث هو أنه هناك رقابة، هناك شفافية، هناك قبول الآخر، ما نوصلوش لهذا الانسداد هذا اللي رانا موجودين فيه كل مرة، واللي أدي مع مرور الوقت إلى كوارث. إذن الثقافة مش موجودة، مش موجودة في الأحزاب، ومش موجودة عند الناس هذول اللي راهم تداولوا على السلطة ولكن ليس بطريقة نزيهة. فيه تداول على السلطة كي نقولوا احنا دوك مثلا راهو راح الشاذلي وجا فيما بعد زروال والله واسمه، راهو كاين تداول ولكن ليس تداول شريف، مش تداول نزيه، مش تداول اللي راهو يلبي الرغبات ويلبي الطموحات نتاع الشعب الجزائري. كاين تداول ولكن بطريقة إما نتاع قوة وإما عن طريق التزوير وعن طريق الاحتيال وإلى غير ذلك. فالثقافة نتاع التداول السلمي على السلطة في الجزائر مع الأسف الشديد هي ليست موجودة. هذه درك نزيد نجيو لها فيما بعد. التداول السلمي على السلطة يقتضي هو أن تكون هناك انتخابات حرة وشفافة، بحيث هو أن الخصم نتاعك المعارض عنده الحق على جلبش ويراقب، وعنده تكافؤ، عنده نفس الفرص اللي عندك انت. مش هو انك لما ما يحضرش الخصم نتاعك ولا ما يحضرش المعارض هذاك اللي في مكتب نتاع انتخاب الاصوات هذيك تروح. هذا لا يسمى هذا نتاع تداول نتاع سلمي نتاع السلطة. ثقافة نتاع التداول السلمي على السلطة لازم تكون هناك عندك اولا انسان صادق، ما تقدرش تكون كذاب وبلعاط ومحتال ومزور وتحكي على التداول السلمي على السلطة. ثقافة نتاع التداول السلمي على السلطة لازمك تكون إنسان صادق، تكون إنسان شفاف، وتكون قابل للمحاسبة. وريولي واحد من المسؤولين اللي نتاعنا تعرض للمحاسبة، وريولي. اللهم إلا الضعفاء ولا الناس اللي داروا لهم ملفات من أجل ضرب كلان ولا كذا، ما عدا ذلك ما كانش وراها المراقبة نتاع السلطات، وراها المراقبة نتاع هاد المسؤولين هذو. شفنا ناس كانوا طلالبة كانوا يبيعوا في الدلاع في الوسمو صاروا أرباب نتاع عمال. لو كان جا فيه تداول سلمي على السلطة، لو كان جات فيه مؤسسات قائمة يعني على الحق وقائمة على هذه القيم هذه، لو كان هذ الناس تحاسبوا. رانا نشوفوا احنا في مسؤولين في دول اجنبيه وين انه ما كان لا اسلام ولا هم يحزنون، ولكن نشوفوا المسؤول الاول يصير فيما بعد معارض. راكم تشوفوا الان في ساركوزي راهو صار معارض في فرنسا، وتصير فيه الصحافه راه تتبع فيه، ونشوفوا في مسؤولين في دول اخرى نشوفوا فيهم ويطلعوا من رئيس بلدية لحتى يصير وزير ويصير احنا مباشرة طف يصوتي يطلع كما يقولوا برق. اذن الثقافة هذه نتاع التداول السلمي على السلطة في الجزائر مع الاسف الشديد مش موجودة. وريوا لي ناس يعني في الجزائر قبلوا بهذه النتائج تاع الانتخابات، قبلوا بها، مش موجودة.
تداول على السلطة يقتضي هو أنه تكون عندك ثقافة نتاع القبول نتاع النتائج، مثل ما تكون هناك قال مثلا مقابلة في كرة القدم، وكيف ما رانا نشوفوا ذوك مثلا حتى في الملاكمة ناس يتصارعوا في الحلبة، وكاين هناك حكم يسجل في النقاط، ومن بعد الفائز هذاك بطبيعة الحال فاز بطريقة شفافة ولا بطريقة نظيفة في المقابل، هذاك الخصم نتاعو لما هو يهزم بطريقة شفافة ونظيفة يسلم بهذه النتيجة ويسلموا على بعضهم وانتهى الأمر، وربما يعود تدريبات أخرى، وربما في المستقبل يفوز عليه، لما لا. كذلك الأمر بالنسبة للانتخابات، كذلك بالأمر بالنسبة للرئاسة ولا البرلمان ولا البلديات ولا الولايات. انت راك حزب سياسي عندك مشروع، وهذا شعب راهو يراقب راهو يشوف. كاين مرات وين انه تلقى انسان راهو عنده خطاب سياسي ولكن الافعال نتاعو على ارض الميدان تناقض هذاك المشروع اللي راهو حامل، وبالتالي المواطن الجزائري هو راهو يراقب فيك غدوة في البرلمان والله في البلديات والله في اي استحقاقات انتخابية، هو راهو راح يصوت ضدك، راهو هو حكم عليك. قادر اليوم انت تدي 51% ولا 52% وغدوة تقدر تدي 20%. رانا نشوفه مثلا هاو غير منذ ايام فقط في فرنسا، رانا نشوفه باللي هذاك اليمين هذاك نتاع واسمه اللي يسموه اليمين المتطرف هذا نتاع واسمه جون ماري لوبان، رانا شفنا من انه احرز تقدم، وفيما بعد المواطن لما حس هو باللي راهو كاين هناك خطر على هذا القيم اللي راهو يدافع عليها، فيما بعد بعد ما كان هناك امتناع في الدور الاول صارت فيه مشاركه في الدور الثاني وساو عدلوا كما يقولوا هذاك النتيجه، ومن بعد هذاك كذلك الامر في الجزائر. تذكرك مش بالضروره هو انك راك انت اليوم فزت بالانتخابات تبقى انت الى الابد. كاين بعض من الناس هو راهو الشعب يلا لاحوا في سلة المهملات، وهو راهو حاسب روحه باللي راهو شاف معاه صباح وعشية، شعب راهو يشوف وراهو يتاب. دوك انت تمشي تحمل انت مشروع سواء ديمقراطي ولا اسلامي ولا وطني ولا كائنا من يكون هذا المشروع، شعب راهو يراقب فيك راهو يتبع فيك. لما ما تكونش انت في مستوى هذاك المشروع سفيني الشعب خلاص يطلقك بالثلاث. فالثقافة هذه نتاع التداول نتاع السلمي على السلطة مع الأسف في الجزائر غير موجودة حتى داخل هذه الأحزاب، مش موجودة. يعني انت إذا كان انت صرت تحتال على المناضلين اللي معاك، هذا انت غدوة لما توصل للسلطة كيفاش راح تدير انت للشعب؟ هذو المناضلين اللي معاك اللي منهم اللي راهو يدفع في أموال وراهو يضحي بالأوقات نتاعو وراهو يسهر وراهو يتعب وراهو يعرق وراهو يتنقل وراهو كذا وراهو كذا وراهو كذا، إذا كان هذا المناضل هذا المنخرط في الحزب نتاعك انت تتنكر له وتصير تهمش فيه وتصير تقصي فيه لمجرد هو أنه ما مشاش ربما في الخط نتاعك أو ربما خالفك الرأي أو كذا، يصير من المغضوب عليهم. وغدوة انت كيفاش راح انت الشعب هذا يثق فيك؟ اذا راهو الشعب راهو يراقب يشوف فيك انت كيفاش تتصرف مع هذوك الناس اللي قدامك. الشعب راهو شغل هو الحاكم، لما يشوفك هو انت مناضلين كانوا معاك تنكرت لهم خلاص الشعب مباشرة راح يطلقك بالثلاث. ثقافة اذا انت التداول تاع السلطة هذه ماهيش موجودة لا عند الحكام ولا عند هذا الرؤساء نتاع الاحزاب. وريو لي ترى واحد من المسؤولين نتاعنا في الجزائر راه وصل هو بطريقه نزيهه، وريو لي واحد برك وصل بطريقه نزيهه وخرج من السلطه. كاين بعض من الناس يقول لك باللي زروال راهو تنازل على الحكم، وين تنازل على الحكم؟ هذا سيد كان في القهوه جاو عيطوه عشرة رئيس الانتخابات لهم يحزنون، ومن بعد قال لك تنازل على السلطه، وراه تنازل على السلطه. ها تنزل على السلطة لما غدوة انت تخرج بالانتخابات
كيف ما مثلا في فرنسا مثلا لما ساركوزي كان هو الرئيس ومن بعد ترشح وما فازش بالانتخابات وسلم السلطة، هذا هو التسليم نتاع السلطة، سلمها وراه الآن يمارس في المعارضة وشعب راه يتبع. بغض النظر السياسة نتاع فرنسا ربما كاين بعض المرضى راهم يتبعوا فينا ويقول لك هذا هو يمدح في فرنسا، راني عارف باللي كاين بعض المرضى اللي راهم يوجهونا في بعض الرسائل هكذا كأنه رانا احنا زعما عملاء نتاع فرنسا هما من جماعة العربي بن مهيدي وما على باليش واش. احنا رانا نتحدثوا على هذه الانتخابات ورانا نتحدثوا على التداول نتاع السلطة يحدث. هاكم شوفوا مثلا في بريطانيا، في ألمانيا، في أمريكا، في إيطاليا، قادر تكون انت راك في المعارضة غدوة توصل للسلطة لأنه الشعب هو اللي وصلك، وفيما بعد لما الشعب هو يقول لك خلاص أنا الخط نتاعك راك غيرته أو هذيك الأشياء اللي انت راك أعلنت عليها ما وفيتش بها خلال هذه المدة نتاع الحكم نتاعك، أنا اليوم راني نسحب منك هذاك البيعة اللي اعطيتها لك، ومن حق المواطن على جل باش يسحب هذيك البيعة اللي مدها لك. إذن الثقافة نتاع السلطة، ثقافة نتاع التداول السلمي على السلطة تقتضي أولا هو الاعتراف، اعتراف بالنتائج اللي يفرز عليها الصندوق، تقتضي أيضا التداول على السلطة. السلطة هذه ما هيش نتاعك والبلاد ما هيش نتاع باباك، وهذا التداول أيضا هو راه رايح فيما بعد يحقق بعض الأشياء من بينها هو أنه يكون ما كانش هناك ظلم، ما يكونش هناك تعدي على الحريات، تعدي على الأملاك نتاع الناس لما تكون فيه مؤسسات، والمؤسسات هذيك لا تخضع السلطة واحدة، بمعنى أنه سلطة نتاع القضاء ما يحكمش فيها رئيس الجمهورية، سلطة مستقلة تحكم بالقوانين بطبيعة الحال المتوافق عليها، والقوانين هذيك اللي أيضا فيها مؤسسة أخرى اللي هي هذه المؤسسة التشريعية واللي نابعة من الإرادة الشعبية. أيضا لما تكون هناك قوانين يعني اللي شرحها الممثلين نتاع الشعب فيما بعد ما تكونش هذيك القوانين جائرة، لكن لما تكون هذيك الإرادة مصطنعة كيف ما رانا الآن نشوفه الناس يبعثوا لهم فاكس قال يلا صوت، يروح يصوت هو، حتى إذا كان هذاك القانون راهو ظالم، هذاك القانون راهو يضر بالمصالح نتاع الشعب يصوت عليه. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان طلع بالشكارة، طلع بالتزوير، ما عندوش ضمير، ما عندوش مؤسسات راه تحاسبه، بالتليفون يروح يمشي يدير وش حب. هذه باختصار مداخلة نتاعي فيما يتعلق بهذا النقطة. نعود نرجع لك الأخ نوري في انتظار ربما هو أنه يعود يلتحق بنا الأخ تونسي. هل ترى الأخ نوري فيما يتعلق بالنقطة هذه لأنك أنت ما علقتش عليها، هل ترى فيه ثقافة تتعلق بهذا التداول السلمي على السلطة؟ نعم، يعني الشيء اللي ذكرته في الحلقة هو يعني مفيد وكان هو يعني لب الكلام، ربما ما عنديش إضافات نزيد نفيدها إلا وأنه نقدر نجزم ونقول بأنه في المجتمع الجزائري لا توجد ثقافة على يعني في التداول على السلطة. ولما نقول لا توجد يعني لا توجد هذه الثقافة لأنها لم تغرس، لأن الثقافة سواء كانت ثقافة سياسية أو اجتماعية أو ثقافة يعني في أي ميدان كانت، وبما أننا نتكلم على الثقافة التداول على السلطة فهل هناك يعني إذا رجعنا إلى الوراء من الذي غرس هذه الثقافة؟ هل كان في إنسان يعني عمل عليها؟ ما كانش. إحنا لما نرجع للتاريخ نجد إلا الانقلابات، إلا الإقصاءات، إلا يعني الأخر على التهميش، إلا يعني القتل، إلا يعني كل الأمور راكم تعرفوها، كل واحد الجزائري يعرفها. يعني هذه الثقافات اللي تغرست في التداول على السلطة يعني في ذهنيات المواطنين، يعني ماشي اللي فرضت نفسها كما حبينا نقولوا، ماشي يعني اللي غرسوها. وبالتالي الثقافة باش تكون لازم تغرس، ولما نقول لازم تغرس لازم تغرس بالأفعال بالممارسات. احنا لما المجتمع الجزائري نشوفوا فيه
نوليو نشوف باللي جا حزب عطى برنامج، البرنامج هذاك فات على الانتخابات صادق عليه الشعب، نجح مر وجا من بعد مر لمدة أخرى حزب آخر وإلى آخره وإلى آخره. هنا هاك تغرس الثقافة ونقولوا باللي عندنا ثقافة. أما إحنا ما نعرفوا باللي حزب واحد مازال حاكم، هذا هو اللي نعرفوه، هذا هو اللي يكون، وهذا هو اللي غادي يبقى يكون. كان من المستحيل أن نتكلم على ثقافة. هذا ما الذي يعني أضيفه في النقطة، وما عرفتش أنا بغيت مرة النقطة في نعم النقطة اللي بعدها فيما يتعلق بالأنواع، هل ترى فيها أنواع نتاع التداول السلمي على السلطة؟ نعم، الآن فيما يخص الأنواع تاع التداول السلمي على السلطة، حسب رأيي والله أعلم، هو أنه فيه مثلا النوع اللي هو التداول على السلطة في إطار نظام تعدد الأحزاب. يعني هناك أحزاب عديدة، 4 5 6 7 10، يعني كان البلدان توصل حتى 60 50 40. وهنا طبعا يعني تكون يعني تعرفوا يعني الحملة الانتخابية وما شابه ذلك والانتخابات وإلى آخره. كذلك هناك النوع اللي هو مثلا التداول على السلطة في إطار بما يسمى نظام الثنائية الحزبين، يعني مثل مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، تلقى مثلا حزبين هم اللي مسيطرين دائما يتداولوا على السلطة. وهناك المعروف خاصة في مجتمعاتنا اللي هو تداول على السلطة في إطار بما يسمى الحزب الواحد، هذا اللي يقوم على توريث السلطة، أو في بعض الأحيان بالانقلابات وما شابه ذلك والتزوير وإلى آخره. ولكن إذا مشينا مثلا للممارسة الديمقراطية بشكل يعني عام، يعني البلدان التي تمارس الديمقراطية عندها مثلا أنواع أخرى في التداول خاصة بها، وهو مثلا بما يسمى عند بعض المفكرين بالتداول المطلق، أي أنه مثلا هناك حزب هو المهيمن بالأغلبية، وهو يعني الذي يشرع يعني يصدر القوانين ويعني ويحكم. وهناك مثلا التداول النسبي، يعني هذا التداول نوع من التداول النسبي الذي نجده دائما في الدول التي تمارس الديمقراطية، يعني هو يقدر مثلا يكون فيه تعدد الأحزاب، وغالبا ما يوجب يعني التحالف لتقاسم السلطة، يعني حزب واحد ما تكونش عنده الأغلبية، وبالتالي يتطلب باش يتحالف مع حزب آخر ويكونوا يعني تحالف ويتقاسموا السلطة. وكذلك كان النوع الثالث اللي هو مما يسمى بالتداول التوافقي أو الائتلافي، هذا النوع اللي كذلك دائما نجده في البلدان التي تمارس الديمقراطية. طبعا نجد بعض الأحيان أنه يعني عندما تكون هناك انتخابات تكون يعني النتيجة تفوز بها عدة أحزاب، 3 أو 4 أو ما شابه ذلك، يعني تكون نسبة ضئيلة، وبالتالي هنا ما يقدرش حتى حزبين يتحالفوا، يعني غير كافي، ويتطلب هنا ائتلاف 3 أحزاب أو 4 أو ما شابه ذلك، ويكونوا سلطة ويكونوا تقارب من أجل يعني كما يقولوا يتفاهموا، ومن أجل الاستمرار إلى المرحلة الثانية، وباش يعني البلاد تبقى في استقرار واستمرار. يعني هذا بحسب رأيي الأنواع اللي نقدر نضيفها، والله أعلم. نعم، شكرا للأخ نوري. الأخ عبد الرحمن. نعم أخي مبدن، فيما يخص أنواع التداول السلمي على السلطة، أنواع التداول السلمي على السلطة مرتبطة بأنواع يعني المناهج المتبعة التداول السلمي على السلطة. هناك الطريقة أو الديمقراطي الذي يعتمد كما أسلف الأخ نوري على تعدد الأحزاب بمختلف مناهجها ومشاربها وإيديولوجياتها، حيث تقوم هذه الأحزاب بالتنافس على السلطة وبتقديم برامجها للشعب الذي يختاروا يعني أيها يعني يريد أيها يعني يرى أنه يعني يلائم يعني مصلحته العامة. ثانيا المنهج أو طريقة الشورى، وهذا موجود يعني في المنهج الإسلامي، بحيث
يعتمد على مجموعة من النخبة يعني تحدد يعني من أهل الاختصاص في كل يعني في كل شيء، وهم الذين يعني هو أشبه بالمجلس التأسيسي، وهم الذين يعني يقومون بتحديد سياسة الدولة، وهم الذين يعني يوكل إليهم يعني اختيار يعني الرئيس أو خليفة يعني يعني الثقافة الإسلامية. وهناك أيضا فيما يخص يعني المنهج الإسلامي، هذا فيما يخص الإطار الخاص. أما في الإطار القضايا العامة يعني تطرح يعني للاستفتاء، استفتاء يعني عامة يعني عامة الرعية وعامة الشعب. وهناك أيضا تداول سلمي، ولكن هذا التداول السلمي يعني هو سببه يعني القمة الحدودية التي تعتمد على السلطة، ويعتمد هذا التداول على حزب واحد كما يعني حزب واحد، وطاعة في داخل هذا الحزب يعني يقوم يعني تنتقل السلطة يعني من جيل إلى جيل، ومن يعني المقررين إلى المقررين الذين يحددون المسار العام للسياسي في البلد، ويختارون يعني رئيس الدولة. هذا ما يمكن أن أقوله. نعم، شكرا الأخ عبد الرحمن. نحاولوا أن تخرج تعاود تدخل باش ربما يصلح الخط تاعك، لأنه راهو مازال نفس المشكل. الأخ عيسى دائما في النقطة هذه المتعلقة بالتداول السلمي على السلطة، هل يعني ترى فيه أنواع؟ ربما كشما تزيد ضيف لنا فكرة والله كشما. أنا بل الأنواع اللي أنا احنا عايشين هنا عندنا تداول السلطة. أنا نشتي من الأمثلة بها نقرب بها نتفاهموا منيح بها ما نضلوش ما نفسر شيء. احنا عندنا هنا عندنا حكم فيدرالي، والفيدرالي هذا يمشي بكانش رئيس، كاين رئيس حكومة، ونمشيو بتداول السلطة عن طريق كاين زوج كيما قال خويا نوري قبيل، زوج أحزاب قوية، والثالث يكون مش قوي بصح يدير هو المعادلة، اسمها التوازنات كيما كان يقول الائتلافات. بصح ما شفتش أنا هنايا بار إكزومبل كيدير ائتلاف مع حزب يعطيه وزير، يعطيه حقيبة، يعطيه زوج حقيبات، يعطيه ثلاثة ولا أربع حقائب. ما عندهمش هذه. تعاوني في البروغرام، رانا متفقين، عندي نفس الوجهة تاعك، نعاونك نجي في صفك نفوطي معاك، بصح تطبق لي شوية من لي زيدي اللي راني متفق معاك تزرب لي به. مثلا انا نعطيكم مثال شوية، بصح حنا عندنا في الجزائر كيما نمثلوا مثال كيما بدا ابو جرى سلطان نهار الولد عطاه وزير، كي قالوا له يا ولدي راه النظام وراه وشراوك والحكم وكذا، قال لهم نحن لم نشارك في الحكم لكن شاركنا في الحكومه. يسمى مشارك في الحكومه بصح مش مشارك في الحكم. يعني احنا عندنا في الجزائر عندنا تقريبا ظاهريا عندنا زوج احزاب قويه دركا، هي لا رندي ولا فلان، وحمص تلعب بدور تاع الائتلاف، بصح الباقي كلها مبينين كيما كنت تقول قبيل، تاع النائب اللي ما عندوش حتى واحد مو منتخب عليه يسني على اي حاجه ويهز يده. حنا دوك عندنا في دولة هز يدك برك، هز يدك وقول وي وخلاص، مهما راح دينا الاخر ماشي مشكل. هذا هو انا عندي التداول الانواع هذه. كاين ابوبري تقريبا داخله في الحكم الجمهوري والحكم الفيدرالي، ودائما نمشيو بهذا. تفضل الأخ. نعم شكرا الأخ عيسى. المهم فقط يعني تسمى بعض الأفكار هكذا ربما باش تثري هذا النقاش. الأنواع نتاع التداول السلمي على السلطة يعني نقدروا نختصرها في نقطتين، يقدر يكون هناك تداول هو سلمي ولكن نسبي، تداول سلمي على السلطة ولكن تداول نسبي. بمعنى قال مثلا مثالا
قال رانا نشوفوا الان في بعض كيما نقولوا الحكومات ولا في بعض الدول ما كانش هناك تداول على السلطه بالمفهوم المطلق، بمعنى انه تعرفوا باللي كان هناك عده سلطات، كاين السلطات قال مثلا السلطات التنفيذيه، السلطات التشريعيه الى غير ذلك، هناك السلطات لما يكون هناك تداول في النوع هذا نتاع النسبي، تداول السلمي النسبي على السلطه، بمعنى انه قال مثلا الرئيس ما يتبدلش كما مثلا المغرب راهو كاين حكم ملكي، التداول هو راه موجود، قال مثلا في البرلمان تداول سلبي نسبي، تداول نسبي، لكن هناك تداول عام ولا تداول شامل، بمعنى انه الرئيس يتغير، بمعنى انه رئيس المجلس الدستوري يتغير، رئيس المجلس الشعبي الوطني الى غير ذلك من المؤسسات اللي مسها هذا التغيير، ويكون هناك دستور، دستور بطبيعة الحال، هناك قوانين، هناك تشريعات اللي تنظم هذا التداول، يعني مش قال مثلا بطريقة فوضوية ولا بطريقة نتاع عنف ولا نتاع قوة، ولا تداول سلمي، كاين قوانين تحكم هذا التداول هذا. إذن كاين هناك تداول نسبي وكاين هناك ربما تداول بشكل عام ولا تداول شامل لهذا الوسمو تداول السلمي على السلطة. هذه فيما يتعلق بهذه النقطة نتاع التداول السلمي على السلطة. بطبيعة الحال ربما نزيدو نقدر نلقاو بعض الأفكار هكذا ولا بعض الأشياء هكذا اللي تزيد ربما تعطي بعد لهذا الأنواع نتاع التداول السلمي على السلطة. الآن الأخ نوري، نعود نرجع لك للنقطة هذه نتاع دائما التداول السلمي، هل ترى من خلال هذا الشيء اللي احنا درك اللي قدمناه، يا هل ترى فيه تداول سلمي على السلطة في الجزائر؟ نعم، شكرا أخ نوردين. الآن إذا رجعنا مثلا إلى المجتمع الجزائري ونطرح السؤال الذي طرحته، هل هناك تداول على السلطة في المجتمع الجزائري؟ بطبيعة الحال غير موجود، ولكن النوع الذي نستطيع أن نجده هو ذلك النوع الذي ذكرناه سابقا، الذي يدخل في إطار نظام الحزب الواحد، اللي هو يقوم على التوريث نتاع السلطة وعلى الانقلابات وعلى التزوير وعلى يعني أمور اللي كل جزائري راها ما تفوتش عليه، يعني يعرفها بصفة، ولا كيما نقولوا حتى الأطفال تعرفها. هذا النوع، هذا الإطار في هذا النظام نتاع الحزب على الحزب الواحد موجود، نعم ونعترف به وكل الجزائريين يعرفوه. أما التداول اللي هو احنا باغينه باش يكون، يعني اللي هو يهدف الى الامور، الى حل الملفات العالقه والى يعني استقلاليه المؤسسات والى الاهداف اللي تكونها من قبل، هذا غير موجود. ولذلك ان التداول على السلطه هو بالمثابه نتاع كما نقولوا احنا واحد الميزان الذي يرضي الجميع، جميع الاطراف، وتستقر به البلاد، واللي به يعني التداول للسلطة هو اللي ينير تاريخ الازدهار والنمو، ويقضي على هذاك الاحتكار السلطة والتفرد والانسداد والاستبداد. هذا هو يعني اللي كون نجيو نشوفوا التداول على السلطة اللي كثير من الناس تشوفوا من الجانب الضيق المتحيز المتسلط المتعصب، هو الكون تشوفوا من المفهوم نتاعو الحقيقي والشامل ضروري. وحتى ان الانسان والنظام اللي ما يستعملش التداول للسلطة ضروري بأنه غادي يسقط وغادي يوصل للكوارث. فبالتالي احنا في المجتمع الجزائري لا يوجد تداول سلمي في هذه السلطة. ونبدأ بالذكر، ما نمشيوش للسلطة، نذكر كذلك الأحزاب. فلو رجعنا مثلا إلى أسلوب المعاملة الإدارية داخل الأحزاب بصفة عامة، يعني قد تجد عدة أمور قائمة بداخل النظام الحزبي المحلي، يعني في الأمور المحلية تجدها متشبكة وما كانش شفافية وفيها زعامات والأمور اللي تعرفها، وهذا يؤدي إلى صعوبات في تداول السلطة داخل الحزب نفسه هو بنفسه. ففي غالب الأحيان نجد أن التداول في داخل النظام الحزبي في المجتمعات الجزائرية شبه منعدم،
حتى لا نقول يعني منعدم بصفة عامة باش ما نقول احنا ما نكبرهاش كبيرة. وذلك يعني لفترات فترات طويلة، يعني كان نشوفوا الزعيم اللي عنده 30 سنة شايف روحه ما بقى له والو، نقولوا له ودي غير روح روح غير عيش، روح غير تنفس شوية، روح شوف غير شوية الطيورة والويدان والنخل والشجر والحيوانات، شوية يعطي قيمة لنفسك كإنسان. والو زعيم حزب، زعيم الحزب، أنا بها أنا أمها أنا كلش، يعني باش ما نمشيوش حنا للتداول في السلطة، نبداوها من الأحزاب. وبالتالي هذا التداول اللي هو شبه منعدم داخل النظام الحزبي، يعني قد يعرض الحزب نفسه إلى الذوبان وإلى الجمود، وقد يؤدي إلى الزوال، ما يبقاش يكزيستي خلاص. كما أن في يعني بعض الأحيان الأخرى يكون العكس، خاصة في الأحزاب السياسية الجزائرية، ما دام نتكلموا على التداول السلمي، هل هو موجود في يعني في السلطة؟ احنا نذكروا الجانب نتاع الأحزاب، نوجد أن بعض الأحزاب يكون فيها التداول بشكل يعني جد سريع، يعني تلقاها فيه عندهم شغل، عندهم أجمل داخل، كل مرة شهرين 3 شهور 6 شهور يبدلوا. هذه وقعت بعض الأحزاب، هذا كذلك شيء يؤسف، لأن هذا التعاقب بكثرة واش يعطينا يفسر أن الحزب المعني هذا اللي راه تعيش في هذه الحالة هذه يعيش حالة أزمة، وهذا كذلك قد يؤدي إلى انقسام وانسحاب الكثير من الأعضاء ويؤدي إلى مشاكل. فبالتالي إحنا ما عندناش ذاك التداول النظامي الملتزم، لا بالنسبة للأحزاب كأحزاب، وحتى الناس بس تأخذ العبرة من الأحزاب، ولا في السلطة. يعني كي نذكروا الأحزاب، أنا علاش ذكرت الأحزاب؟ لأن الحزب هو يعتبر همزة الوصل، لربما نقول مثلا السلطة هذه نقول بني راهي ظالمة ومستبدة وما تسمح حتى الواحد، ولكن الأحزاب المعارضة اللي هي من هي تعلمها الشعب، اللي هي قريبة الشعب، اللي هي يعني صادقة لها الشعب، علاش ما تستعملش التداول السلمي للسلطة وتبرهن للمواطن أنها كيفاش يتم التداول، وهذا التداول يتفهم بلي أن التداول راه شيء ضروري ومفيد وأساسي لاستمرارية نظام الدولة واستقلال المؤسسات وما شابه ذلك. يعني هذا هو اللي بودي أن أضيفه، ونترك الفرصة للأخوة الكرام. شكرا الأخ نوري. الأخ عبد الرحمن. نعم أخي نوري، في نفس السؤال إذا كان. ألو ألو. نعم أخي نوري، نفس السؤال اللي وجهته للأخ نوري. ما كنتش يعني هل ترى فيه تداول سلمي على السلطة في الجزائر؟ نعم أخي نوري، فيما يخص الحالة الجزائرية، أنا أظن بأنه كما يعني ظاهرا للعين منذ يعني نشوء الدولة الجزائرية الحديثة، يعني من 1960 إلى يومنا هذا، لم يكن هناك تداول سلمي على السلطة، وإنما كانت محاولات يعني لضبط نسق السلطة في إطار في إطار يعني جمع المتناقضات ومحاولة يعني بناء يعني مؤسسات تعتمد إلى حد ما على سلمية تداول، ولكن في إطار ضيق. يعني أنا أظن منذ يعني 1967 إلى 1980 كان يعني يجري مثل هذا يعني. أخ عبد الرحمن الله غالب، واش راح نقول لك، أنا راهو كل مرة عندك مشكلة في الخط نتاعك، حاولوا أنه تخرج وتعاود تدخل، آسف جدا. تفضل عيسى. عيسى في نفس النقطة فيما يتعلق بال على هناك. نعم هي في الجزائر كاين، علاه اللي يقول لك ما كانش، علاه كاين، نبداوها من تحت ونطلعوا. في الانتخابات البلدية باغ اكزومبل، المياره مازالت إلى حد اليوم ما
مازلت عرف شتيه، ومازلت عراش، ومازلت تحالف عراش مع عراش باه يطلعوا في واحد من العرش الفلاني. اسمه هذا تداول، مع انه انا نعتبره بسيط، لكن مازال ثقافه قديمه في الجزائر، لكن مازلت متداول عليها في بعض، لا في اكثر بلديات الجزائر، في اكثر ناحيه غير تاع لي جراوند فيل شويه، بصح كي تخرج منا ومنا في بلديات الجزائر كل، راهي عندنا واحد 1500 بلديه ولا 1600 بلديه، يعني تقريبا اكثريتهم يمشيو بهذه بالعروشيه. خلينا الاخ عيسى ندخلوا هذا في اطار، اسمح لي برك، اسمح لي باش ننسقوا الافكار مع بعضها. خلينا ندخلوا هذا الاطار، هذا اللي راك انت تحكي عليه، في نوع من الانواع نتاع التداول على السلطه. نقولوا مثلا هذا تداول وهمي، والله تداول صوري، ماهوش تداول حقيقي بمعنى اللي ينعكس، والله اللي يعكس الإرادة الحقيقية نتاع الشعب. اي عروشية كيما نقولوا، واحد يهضر باسم العرش يسمى ديكتاتورية، نعم، تسمى واحد من الأعيان يتوافق يروح يهضر، هذاك يجي يقدر يقول لهم فوتوا على فلان وخلاص، جماعة من هذاك العرش انه يتخذوا القرار انهم يقنعوا العرش تاعهم باه يفوتيو على هكا، هكا كانت تمشي، بصح تعتبرها سلميه ثاني بدون، يعني ما فيهاش، ما فيهاش عنف، يعني سلميه، يعني انا نشوف فيها. وكاين قلت لك التداول هذا، هذا اللي شفتو هذا في طريق البلديات الفوق، هاي ظاهرين يقول لك كاينه الديمقراطيه، بصح واحد ما مطبقها الممارسه، واحد ما يمارس فيها، بصح ظاهريا تشوف عندنا احزاب، عندنا اسمها كي شغل راهم يطمحوا به يتداولوا، طموح مش حتى والله حلم، مش حتى ما عرف يوصل ولا ما يوصلش، هو ما يوصلش في اغلب الاحيان، ما يوصلش الاحزاب، بصح ظاهريا كاينين، بصح ملموس ما كانش في الجزائر، ما كانش، ما شفناش حنا تداول. انا كنا نحكي قبيل على امثله في رؤساء الاحزاب، اذا رئيس حزب يقول لك 20 سنه على حزب، اسمه هذا ما عندوش بعد، ما يقدرش يدير تداول السلطه، ما عندوش هذيك الممارسه ما لناش نمارسوا فيها في رؤساء احزابنا ولا الحزبيين بذات، على غير جات في رئيس حزب، امين الحزب، نائب الرئيس، هذا كل يقعدوا حتى هما كيفو يقعدوا معاه، خطي اذا مات. هذا ما عندي، شوف ترى التونسي لا كنش ولا، مانيش عارف الاخ تونسي راك معنا ولا اخ تونسي. المهم في انتظار عودة الأخ تونسي نزيد نضيف بعض النقاط المتعلقة بهذا الموضوع تاعنا اليوم حول التداول السلمي على السلطة في الجزائر. في النقطة هذه المتعلقة بالتداول السلمي على السلطة في الجزائر، في الوقت الحالي غير موجودة، ومن قال عكس ذلك هو إنسان كذاب. لا يوجد تداول سلمي على السلطة في الجزائر، كاين ربما تداول مثل ما كنا نقولوا لك منذ قليل، ربما تداول شكلي، تداول صوري، أو تداول نسبي، لكن تداول السلمي على السلطة في الجزائر بالمفهوم نتاعو الحقيقي اللي يقتضي الشفافية ويقتضي المراقبة ويقتضي التسليم بالنتائج غير موجود. حقيقة هو أنه هناك أحزاب سياسية موجودة منذ الدستور تاع 89، كاين الأحزاب اللي ربما ثبتت حتى ولو أنه صارت فيه صراعات وصارت هزات داخل هذه الأحزاب، وفي أحزاب اختفت على الساحة. ونعطيه أمثلة من خلال هذا الموضوع هذا نتاعنا اللي يتعلق بالتداول السلمي على السلطة. حدثت الانتخابات سنة 1990، هل ترى المشرفين أنا ذاك على السلطة في الجزائر سلموا بهذه الانتخابات، هل ترى قبلوها أم فعلوا عكس ذلك؟ شفنا ما الذي حدث لرؤساء البلديات بحيث انتزعت الصلاحيات نتاعهم وصارت فيه متابعات قضائية الكثير منهم ودخلوا لهم بعض التهم. شفنا ما الذي حدث فيما بعد في الانتخابات التشريعية نتاع 91 بحيث هو أنه لم يكن هناك تسليم بالنتائج، وإنما لفقت بعض التهم وتم السطو على الإرادة الشعبية في آنذاك. ولما نقول السطو على الإرادة الشعبية، أنا لا أقصد فقط الفيس،
لأن الإرادة الشعبية كاين الناس اللي صوتوا على جبهة التحرير، كاين الناس اللي صوتوا على الأفافاس. لما نقولوا الإرادة الشعبية احنا ماناش نقصدوا فقط على الفيس، بل حتى على فلان. كاين الناس اللي صوتوا على فلان وصوتوا على الفيس وصوتوا على الأفافاس، ماناش نقصدوا فقط الناس اللي صوتوا هما نتوع الفيس. لما نقولوا الإرادة الشعبية، إذا تم الصوت على الإرادة الشعبية، وهذا دليل قاطع من أن هذا الناس مش قابلين التداول السلمي على السلطة. وشفنا ما الذي حدث فيما بعد في 95 في الانتخابات نتاع زروال، تم السطو على الإرادة الشعبية. شفنا فيما بعد كيف أنشئ حزب نتاع الرندو وكيف تم التلاعب على الإرادة الشعبية، وإلى غاية اليوم يعني ما زال تلاعب بالإرادة نتاع الشعب. شفنا كيفاش جابوا بوتفليقة في سنة 1999، وشفنا فيما بعد الانتخابات مع الأحزاب الشكلية هذيك، شفنا الانتخابات مع بن فليس. مازال إلى اليوم مازال فيه هناك تلاعب الإرادة نتاع الشعب وعدم التسليم بالتداول السلمي الحقيقي على السلطة في الجزائر. ما فيش تداول سلمي على السلطة في الجزائر، ومن يقول عكس ذلك هو إنسان كذاب وإنسان حب يبلعط ويحب يضلل الشعب. حقيقة هناك أحزاب موجودة ولكن ليست أحزاب نابعة من الإرادة نتاع الشعب. كاين أحزاب تم إنشاؤها، رانا نشوفوا فيها ناس مكلفين بمهمة بإثارة بعض الزوابع في وسائل الإعلام، ناس مكلفين بمهمة لتضليل الشعب. كل مرة منين ما شافوا هناك احتقان يبدأوا يتحدثوا على التداول على السلطة، منين ما شافوا هناك احتقان وشافوا الشعب الجزائري بدأ يتحرك هناك فساد. فساد راهو ضرب الأطلاب نتاعو، فساد موجود. لما هما يشوفوا بعض الأشياء اللي تنبئ من أنه راهو رايح يحدث انفجار يبدأوا يتحدثوا على التداول على السلطة. التداول اللي يتحدثوا عليه هو ليس تداول فعلي وإنما تداول مفتعل. فرق بين هنا بين التداول الفعلي وبين التداول المفتعل. الشيء اللي الآن رانا نشوفه فيه هو تداول مفتعل، يعني يصير فيه انتخابات موجودة بشكل دوري رانا نشوفه فيها، حسب يعني المفترض هو أنه تكون هناك كما نقولوا ثقافة نتاع التداول على السلطة موجودة ولكن شكلية مش حقيقية. يعني مثل هذاك الإنسان هذاك اللي تلقى أنت عنده سيرفات منتاع أديداس، هي ليست أصلية وإنما مسروقة، دايرين لها التيتر هذاك نتاع أديداس ولكن مسروقة. كذلك الأمر بالنسبة للانتخابات والله التداول في الجزائر، تداول شكلي، تداول الاسم موجود، التداول على السلطة. هناك انتخابات رئاسية تجرى كل 5 سنوات، وهناك تداول في البرلمان موجود كل 5 سنوات، وفي البلديات وفي الولايات، ولكن ليس تداول حقيقي بمعنى أنه صادر من الإرادة نتاع الشعب. تداول مفتعل، تداول شكلي، تداول صوري، هذا اللي الآن رانا نشوفه فيه. المفترض هو أنه يكون هناك تداول فعلي بمعنى أنه تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، يعبر الشعب الجزائري وينتخب المسؤولين نتاعو الحقيقيين. لكن الشيء اللي الآن رانا نشوفه فيه إشكارة التزوير نتاع الانتخابات، الجاه، استخدام الجاه باستخدام ضباط فيما يتعلق بالانتخابات، تبدأ على مستوى المحلي والمستوى الولائي. في على مستوى المحلي يدخل فيها رئيس الفرقة نتاع الدرك ولو نتاع الكوميساريه نتاع الشرطة. في الولاية يدخل فيها القائد القطاع العسكري ويدخل فيها الوالي ويدخل فيها كذا، والفوق على المستوى الوطني يدخل فيها الوزير ويدخل فيها كذا وكذا. يعني بمعنى أنك لما تشوف أنت حتى النواب داخل جبهة التحرير، الحزب الوحيد والأوحد اللي كان في البلاد، كان فيه تداول داخل حزب جبهة التحرير، تداول ولكن مش تداول حقيقي. والآن رانا ما زلنا نشوفه إلى الآن في الحزب نتاع جبهة التحرير فيه. أنا حضرت وشفت بعيني مرات وين أنك تلقى أنت واحد على مستوى البلدية، يو داخل الحزب، مانيش نحكي على برا،
داخل الحزب تلقى مرشح قال مثلا القاعدة في جبهة التحرير في بلدية معينة اختاروا شخص معين حبوا باش يطلعوه باش يكون هو المرشح نتاعهم، لا على مستوى البلدية ولا على مستوى الولاية ولا على مستوى البرلمان. قائمة يختاروها المناضلين في جمعية عامة تروح للمكتب الولائي تتبدل. قائمة اختاروها على مستوى الولائي تطلع للجنة المركزية تتبدل. ويصيروا ناس يفرضون داخل الحزب نتاع جبهة التحرير. فما بالك في على المستوى الوطني في استحقاقات الأخرى. هذه داخل المنظومة نتاع جبهة التحرير. وكذلك الأمر يعني بالنسبة للأحزاب واحدة أخرى. رانا شفنا الآن صاروا ناس يطلعوا بالشكارة، واحد عمره لا ناضل في الحزب عنده دراهم والله كذا تلقاه تدو ليست في حزب معين، ومن بعد لما يوصل هو للبلدية ولا للولاية ولا البرلمان يدير باي باي الحزب نتاعو هذاك اللي انتخب، راحوا تسمى داروا جسر ومشى عليه. إذا كان هذا الناس هذو اللي راهم درك هما يطالبوا بالتداول السلمي على السلطة، ما همش هما يمارسوا في السياسة بشكل نظيف في الأحزاب تاعهم، وين رانا رايحين يا الخوة؟ وين؟ وين رانا ماشيين؟ تداول نتاع السلمي على السلطة يقتضي هو أنه تكون هناك عنده ثقافة كما كنا نقوله من قبل. ثقافة هذه اللي من بين الأهداف نتاعها هو تحقيق المصلحة نتاع الشعب. اللي من بين الأهداف نتاع التداول السلمي على السلطة هي العدالة. من بين الأهداف نتاع التداول نتاع السلمي على السلطة المحاربة نتاع الفساد. كيفاش نتاع تمارس في الفساد داخل هذا الحزب هذا بالرشوة والسرقة وتهدر نتاع التداول السلمي على السلطة؟ وين راك رايح سي محمد؟ إذن لا توجد هذه الثقافة نتاع التداول السلمي على السلطة مع الأسف الشديد في الجزائر، مش موجودة. واللي يقول عكس ذلك هو إنسان كذاب، راهو يبلعط في روحه ويبلعط في الشعب. موجود فيه تداول ربما بشكل مفتعل كما قلت، ربما بشكل صوري بشكلي، لكن التداول الحقيقي السلمي على السلطة في الجزائر سواء داخل الأحزاب والله داخل هذا السلطة لحد الآن غير موجود. تستخدم ملفات انتع تشويه وانتع ابتزاز، وتستخدم أشياء مبتذلة حتى داخل هذه الأحزاب يتم الإطاحة بأناس معينين من خلال الافتعال ملفات وكذا. وصارت هذه الأحزاب تمارس في الثقافة هذيك اللي كانت تمارس فيها الديراس وتمارس فيها في داخل السلطة. ديارس لما يحبوا يطيحوا بواحد يثيروا له مسألة في وسائل الإعلام ويصيروا يشوهوا فيه حتى يقلبوه إبليس. وهذه الثقافة موجودة حتى عند الأحزاب. لما يحبوا يطردقوا واحد يلا يجبدوا له ملف ويبدأوا يثيروا فيه عن طريق وسائل الإعلام، واحد يعرف صحافي، واحد يعرف رئيس انت تحرير انت مجلة، واحد يعرف واحد في التلفزة وهكذا. نفس الأشياء اللي راهو يمارس فيها هذا النظام الفاسد المفسد تمارس عن طريق هذه الأحزاب إلا ما رحم ربي. بطبيعة الحال احنا ما رانش نعمو، كاين بعض الشرفاء اللي راهم يحاولوا، راهم يناضلوا، راهم يسعوا من أجل أجل باش يكون هناك واسمه ثقافة نتاع هذا التداول السلمي على السلطة، ولكن للأسف الشديد كما قلت إلا ما رحم ربي. الناس مشاركة في الفساد ومشاركة في الدكتاتورية ومشاركة في هذا الوضع المتعفن، هذا الوضع اللي رانا وصلنا له. هذا فيما يتعلق بالنقطة هذه انت تدول على السلطة في الجزائر. الآن الأخ نوري، وش هي الإشكالات يعني اللي خلاتنا هو أنه ما يكونش هناك تدول سلمي على السلطة في الجزائر؟ نعم، شكرا مرتين. فيما يخص الإشكالات بالنسبة لهذا الموضوع المهم اللي جعلت يعني غياب التداول على السلطة في المجتمع الجزائري لزمن طويل، هي في الحقيقة عديدة. منها مثلا إشكالات تاريخية وراثية كانت يعني منذ الاستقلال، إذا ما أردناش يعني نذهب إلى بعد من ذلك، يعني خلقت نوعا من يعني
الصراعات المعروفة والإقصاءات، وبالتالي يعني خلقت جو يعني لا يسمح باستخدام هذا المفهوم على الساحة السياسية. وهذا المنطلق اللي هو ربما كان بالأساس لو قام على الإجماع والنظر إلى مرحلة انتقالية تقوم على تأسيس مؤسسات الدولة يعمل عليها كل الأطراف والأجانب، لو كان ذلك ربما لو كان تجنبنا كل هذا المسار. ولكن وقع العكس، انقلابات، إقصاءات، سجون، نفي، يعني كل الأمور وقعت. وبالتالي هذا المنطلق الخاطئ هو اللي المشكلة الأساسية اللي خلق هذا الغياب نتاع التداول على السلطة، وبالتالي في نفس الوقت بمرور الزمان خلق في نفسية المواطن الجزائري نوعا من الخوف ونوعا من عدم الظهور وحرية الفكر والتعبير والظهر بالرأي يعني الخاص. يعني ربما المواطن يكون عنده رأي آخر، تصور آخر، ولكن يخاف أنه يدلي برأيه. وهذا شفناه خاصة في السبعينات، رغم تعلموا الناس اللي كانوا يمارسوا السياسة سريا والأحزاب اللي كانت سريا وإلى آخره، حتى يعني أدت إلى الانفجارات وظهرت بما يسمى بالتعديل الحزبية. يعني هذا يرجع إلى مشكل تاريخي وراثي. نعم هناك يعني مشاكل أخرى، يعني هناك إشكالات أخرى يعني مختلفة، نذكر منها مثلا تأثير الأيديولوجيا الخارجية، ومثلا ميل بعض المسؤولين المتسلطين على أو القوى السياسية المتسلطة في النظام، نجدها البعض منها تميل إلى إيديولوجيات أو أفكار أو سياسة خارجية مباشرة، وقد تساهم هذه السياسة الخارجية في تنصيب بعض المسؤولين، وتساهم في رسم حتى البرامج المستقبلية. وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى إقصاء الاتجاهات الوطنية المحلية، هذا معروف في المجتمع الجزائري، كل واحد يعرف وكل واحد يعرف اللي هناك اتجاهات خارجية معروفة مباشرة، وبالدرجة الأولى هي فرنسا، يعني باش الواحد يكون واضح ما يبقاش يعني يوضح الأمور. وكذلك الإشكالات اللي نقدر نضيفوها مثلا هي انحراف السلطة الاستخباراتية اللي كانت لمدة سنين انحرفت عن المهمة نتاعها، واستعملت هذه المؤسسة الاستخباراتية من أجل عدم يعني إعطاء فرصة للتداول على السلطة، حتى أنه أي واحد يغاير الفكر أو الرأي الموجود في السلطة يعتبر مجرم بالنسبة لها، وتقوم بأمور بلطجية يعني والسجون وما شابه ذلك، وتعرفوا الأمور هذه. هذا كذلك كان إشكال كبير موجود عندنا في الجزائر، اللي هو ما عطاش فرصة لبدور الفكرة التداول أساسي مع السلطة، حتى أنا أقول التداول كفكرة ما كانش يقبلها. كذلك نقدر نضيف مثلا حتى الأحزاب السياسية، فالأحزاب السياسية المعارضة، لا أقصد السياسية الحاكم، يعني هي كانت موجودة منذ التسعينات، كان لها وقت كافي أنها تستطيع أن يعني تعطي رؤية مغايرة للنظام الحاكم لمفهوم أو مصطلح التداول، ونقصد بذلك التداول السلمي على السلطة. هذه كذلك الأحزاب هذه إشكالية كبيرة، يعني هذا المواطن كيف يعرف مفهوم التداول على السلطة؟ يعرفه من خلال الممارسات، ولكن هو بالعكس، يعني بالأسف الشديد هذه الممارسات لا يسمع بها إلا في دول أجنبية أخرى التي يعني تعتني بالديمقراطية. فالأحزاب السياسية هي تعتبر داخلة في الإشكالية. الإعلام كذلك نعتبره طرف في الإشكالية.
نقدر نضيف كذلك مثلا بعض المسؤوليات اللي هي كانت سواء في المؤسسات العسكرية أو في الشرطة أو في الدرك أو في إدارات معينة مختلفة، اللي هي كانت تقوم بالبلطجية والتغطرس ولكن بشكل مستقل. تجد أن إنسان عنده منصب أو عنده مسؤول أو عنده يعني أي مثلا مسؤولية يعني يستغل ذلك المسؤولية، وهذا إجرام والقانون يعترف بذلك وموجود في القانون الجزائري، فتجد يستعمل ذلك تلك السلطة من أجل ربما باش يحقد على فلان أو يقصي فلان، أو هذه يعني تعتبر يعني أمور بلطجية مستقلة غير يعني المواطن خاص به. وتعرف المواطن الجزائري، أنا لا أتكلم على العموم، ولكن الكثير منهم يكون يعني إنسان عادي تعطيه منصب بسيط يولي الفرعون، يولي شكون يقدر يتكلم معاه؟ قبل ما تقول السلام عليكم تقول له حبيبي وسيدي وانا وكذا، لازم تقدم له في الهدايا وكذا وتمدح فيه غير باش تتكلم معاه. هذه امور في المواطن موجوده، لكن هناك اشكالات كبيره موجوده في العقليه، تدور في العقليه بصفه عامه، ما حتى ما نتهموش نقولوا غير الاحزاب والمؤسسات، المؤسسه الاستخباراتيه ولا الشرطه ولا السلطه ولا الحكومه، موجوده الاشكالات في كل مكان. كذلك نقدر نوجدها مثلا في بعض الاحزاب اللي كانت مارست التعدديه من قبل، واستعملت بعض الاساليب اللي هي ما دخلتش في الدبلوماسيه السياسيه او في المنهاج السياسي، وكانت تستعمل بعض الهجومات غير اللائقه، انها كانت ربما توحي من خلال الممارسه السياسيه نتاعها انها سوف تقصي الحزب الحاكم وانها تحاسبه وان كل وكذا، وسمعتم الامور. هذا ما جعل خلق كما نقولوا احنا خوف في نفسيه هؤلاء السلطه الحاكمه، وبالتالي بدات تعمل بالمضاد، وهذا ما شفناه من خلال التسعينات وما بعد ذلك. هذا ما لدي ان اضيفه في هذه النقطه، واترك الفرصه ربما للاخوه الاخرين. نعم، شكرا الاخ نوري. الاخ عيسى، فيما يتعلق بالنقطة هذه نتاع الإشكالات هذه حول تداول السلمي على السلطة في الجزائر. برك أنا بغي نبدا المرة الوحيدة اللي فوطينا صح، وكما نقولوا درنا تداول، يعني كما نقولوا راح نبداو، هذيك هي البداية تاع 90 و 91، يعني فوطينا بحرية واخترنا بحرية كما كنت تقول قبل، فيها ثلاث احزاب كانت قويه يعني الى حد بعيد، الفيس ولا فاس ولا فلان، لتروا اف لتروا فرار وشويه لارسيدي دا بعض البلديات، بصح هذوما اللي بانت الصوره اللي كانت راح تمشي بها الجزائر لو كان كملنا، يعني كانت راح تمشي بثلاث احزاب قويه. لكن المشكل ولا ثم بدا المشكل، ثم بدينا نكرهوا احنا بعضنا الجزائريين، احنا لسنا بدينا خلاص انت فلان ماكش مليح وفاسد وسراق، انت لفافاس جهوي، الفيس اسلاميين راح ترجعونا لجو سي با كوا. المهم ثم وقعت هذيك الحساسيات بين الشعب، وهذه الاشكاليه الاولى. خلاص من ثم بدات، مع انه ثم انه هذه تكتب الشادي بن جديد أول مرة أنها السلطة تعترف بنتائج حقيقية، يعني ما نشوفوا نتائج خرجت صح يعني، ما ومن بعد وهي ما نعرف، لا كانت بداية المؤامرة ولا الثمة، ومن بعد كيفاق قوة ولات كيما راهو صرا من بعد. بصح من ثم الإشكالية أنه من ثم بدات الكراهية بيناتنا، عدم الثقة، ما نديرش كونفيونس الجزائري الاخر، ما التوجه نتاعو ضد التوجه نتاعي، ما نمنوش، ما نثقش فيه، نخاف منه. ومن بعد تكسرت الاحزاب، الفيس انا شنو كيفاه داروا له، لا فلان تقزمت وترجع، لو كان صابوا منحوها من الوجود، زادوا خلقوا لاراندي باهي النص اللي كان في لا فلان راح لاراندي، والاكثر كما كنا نسميهم بدلوا الفيستا. لفافاس ثاني رجع ما كانش خلاص، ما يظهرش في شغل معارض في الخارج،
وبقات هذيك الاحزاب تاع الزرده هذيك اسمها ما كان والو، اسمها المواطن ولا الشعب ولا مام هذاك الحزبي هذاك اللي راه منتمي لحزب ما عادش عنده فعاليه، عاد يسمع على باله وين راه واصله، اسمها بالشكاره ولا بطريقته الخاصه ولا بالطرق الملتويه انه يوصل الى ما يريد. يعني راحت هذاك هاي الاشكاليه ونقعت في الجزائريون عندنا ما نقدروش الدولة على السلطه، اسمها كلش تكسر كلش تهدم. يعني الشي الطريق اللي كانت شويه راح تدينا لنوع ما للتداول قضاو عليها، اسمها باعينا نرجعوا لهذيك انه السلطه تعترف بالنتائج وتدير انتخابات حقيقيه والاحزاب. هيك تشوف كنا نشوفوا في هذيك توميه خالده تومي كانت تحارب في التزوير عشات مشاركه في مع المزورين، كنا عندها قداش فيديو تحارب في التزوير في الانتخابات بين يوم وليله عشات وزيره وعشات تسكت وتشوف التزوير وكيف طلعوا وكيف، وهي نفس انتصرت لها نفس اصبحت من المزورات والماشيه في العهدات الاربعه. يعني تشوف هذه كانت ديبيتي وكانت كذا، خلاص ينفو دخلت للسلطه خلاص تعود تعيشها كما هو. هذا ما عندي اخ نورتين وتفضل. شكرا للاخ عيسال. الاخ رابح من المانيا مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله صار هذه غيبة على كل حال، الله لا يغيبكم إن شاء الله. مرحبا بك يا أخويا. والله الموضوع ما بيش كنت موضوع تانا اليوم هو حول التداول السلمي على السلطة في الجزائر، علاش ما كانش تداول سلمي في السلطة في الجزائر وش هي الإشكالات؟ تفضل الأخ ربح. بسم الله على كل حال، تداول سلمي في السلطة على الجزائر. نعم. تداول سلمي، إحنا ما كانش سلمي في الجزائر أصلاً. سلم ما كانش، مادام ما كانش سلم ما كانش تداول. كي يكون كاين سلم والناس تعرف مصالحها وما تخافش من العداله كي توقف فيها ويكون العدل تكون تداول على السلطه. شوف المجتمعات الغربيه احنا عايشين في اوروبا كاين تداول على السلطه، كاين عداله، رئيس يغلط ولا رئيس حزب يغلط يتحاسب عادي، يتعاقب ويتحاسب عادي. اما احنا ما يتحاسبوش، راهم يديروا لنا في واحد المسلسلات زعما حطوا جنرال في الحبس وكذا، من اللي انا ما فهمناهاش هذه قاعد كلا لا حكايه ولا سينما عايشين فيه في فيلم وربي عالم. والتداول على السلطه هنا في الجزائر وقتاش كان تداول؟ ما كانش ب 62 ما كانش تداول على السلطه. اول انتخابات اللي داروها وكان صح انتخابات ونجحوا فيها لا تاع التسعينات بلا ما نهضروا، الناس على بالهم كاع بها. من بعد ما كانش تداول على السلطه، اللي كان حاكم السلطه بقى يحكم في السلطه وكان من وراء السيطره. هذه هي باش يكون تداول على السلطه لازم تكون معارضه صحيحه، معارضه نظن انها تكون احزاب يكونوا احزاب ماشي تاع. للاسف الشديد هو انه حصل انقطاع من عند الاخ رابح من المانيا، اسف جدا. هذا هو انه أمان. يا الله يا كريم. المهم نأسف شديد الأسف على هذا الانقطاع اللي خارج على الإرادة نتاعنا، نعود إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله نعود نستدرك هذا المشكلة هذا. المهم نحن على المباشر الإخوة والأخوات في إذاعة وطني، الموضوع تاعنا اليوم هو حول التداول السلمي على السلطة في الجزائر. ظهر هو أنه مرة على مرة فيه بعض الإخوة عندهم خطط نتاعهم مضروبة وبالتالي هالو أخ رابح. نعم مرحبا بك الأخ رابح، حدث فيه. نعم راني نسمع فيك. الو راني نسمع فيك الأخ رابح. أنا نسمع فيك الأخ رابح. المهم نحن على المباشر إذن. ألو 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 أخ رابح هل تسمعوني؟ ألو أنا نسمع فيك، راني نسمع فيك. المهم كاين فيه خلل ظهر وأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. عيسى يا الله يا كريم.
إذن الإخوة والأخوات، نحن على المباشر نحاول هو أن نستدرك الإخوة اللي راهم موجودين معايا في الغرفة نتاع إذاعة وطني بعد قليل إن شاء الله. نحاول هو أن نضيف في المقابل بعض النقاط المتعلقة بالإشكالات الموجودة واللي هي منعت هذا التداول السلمي للسلطة في الجزائر. من بين الأشياء اللي موجودة في الجزائر الفساد. الفساد راهو صار عائق هو على جل باش ما يكونش هناك تداول سلمي على السلطة. هذ المفسدين أصحاب الشكارة ساهموا مساهمة مباشرة في شراء الذمم. الإغراءات اللي راها موجودة سواء الناس اللي راهم يمارسوا في السلطة ولا المواطنين، كاين المواطنين اللي راهم هم مساهمين مساهمة مباشرة على جل باش ما يكونش هناك تداول سلمي على السلطة. لماذا؟ لأنه فيما بعدهم المصالح نتاعهم راها رايحة تروح. كاين اللي راهو هو دار أموال طائلة بالتزوير، هو ماذا به باش يكون واحد ديكتاتور يقعد ما لا نهاية على جل باش يبقى هو يحلب. لماذا؟ لأنه غدوة لو كانت تكون هناك عدالة وتكون هناك شفافية هو فيما بعد الأمور تاعو هذيك ما تمشيش. بالتالي هو لازم يمص، لازم يأكل، لازم يحلب، ما يقدرش هو يخدم في إطار نتاع النزاهة والكفاءة والأخلاق ما يقدرش يخدم هو هكذا. هو لازم يخدم مع المفسدين، لازم يخدم مع هذا الديكتاتوريين، مش مع الدكاترة، الديكتاتوريين هو لازم يخدم معهم. من بين الأشياء إذن ما كان شفافية، احتكار تاع السلطة هذا أيضا عائق من العوائق نتاع هو أنه ما يكونش هناك تداول سلمي على السلطة. احتكار نتاع السلطة بداها من رئيس البلدية وطلع لحتى لرئيس الجمهورية، كان هناك احتكار تاع السلطة. من بين الأشياء أيضا اللي هي تؤدي هو أنه ما يكونش هناك احتكار نتاع السلطة هذا ما يسمى بشرعية ثورية. الآن صارت كأنها قرآن، ويا ريت راهم صاروا مجاهدين، يا ريت راهم أبناء شهداء حقيقيين. رانا شفنا الناس يعني حركة التحقوا بالربع ساعة الأخير بالثورة وصاروا فيما بعد يحكموا بحكمهم، ومجاهدين حقيقيين اللي كانوا من أول طلقاء تم التهميش نتاعهم، وبل حتى كاين منهم اللي تم الاغتيال نتاعهم. إذن من بين الأشياء، من بين المعيقات نتاع هذا التداول السلمي على السلطة هو استعمال هذا الشرعية الثورية. من بين أيضا الأشياء اللي راها تعيق التداول السلمي على السلطة في الجزائر هي عدم توفر نتاع إحصائيات. ما كانش إحصائيات رسمية، ما كانش فيه أرقام حقيقية، ما كانش فيه يعني بعض الوثائق والمستندات اللي هي تعطي الفرصة لهذه الأحزاب ولا لهذه المعارضين الحقيقيين على جل باش يكون هناك تداول على السلطة. كاين أشياء، كاين معيقات اللي هي تخلي هذ الناس يبقاو مستمرين، بمعنى أنه يخفيوا مثلا القوائم، قوائم تاع الانتخابات يخفيوها، ما يمدوهاش لهذ الناس المعارضين، ما يمدوها لهمش، ويصير هناك يعني تعدي على الحقوق نتاع الناس. يعني يديروا ناس من خلال التزوير، لما تكون انت ما عندكش قوائم حقيقية نتاع الانتخابات يقدروا يحشيو لك ناس يدخلوهم في القوائم نتاع الانتخابات، ورانا شفناها تحصل. هذه من بين المعيقات نتاع التداول. وهذا الوش يعني وش يؤدي؟ يؤدي للتزوير. تزوير ايضا من بين الاشياء اللي هي تمنع هذا التداول السلمي على السلطه. ايضا من بين الاشياء اللي هي تمنع هذا التداول السلمي على السلطه النقد. النقد يعني كانه غير مسموح به، مع العلم هو انه في الديمقراطية الحقيقية هو أنه يكون هناك نقد، يعني تنتقد أنت بوتفليقة ولا تنتقد هذا الناس اللي راهم في السلطة خلاص يحرم عليك هذاك الإعلام، إعلام العام اللي المفترض هو نتاع الشعب مش تاع سلطة معينة، نتاع الشعب. رانا نشوفوا احنا دوك مثلا في دول وين أنه نشوفوا مثلا
نشوفوا مثلا في دول معينة، في ألمانيا، في أستراليا، في أي دولة من هذه الدول هذه، رانا نشوفوا من أنه هناك النقد، النقد موجود وبالمكفول في هذه الدول اللي راها هي ترفع الشعار نتاع الحقوق الإنسان وإلى غير ذلك من هذه الأساسيات اللي موجودة في هذه الدول اللي هي تقبل بالتداول السلمي على السلطة. من بين أيضا الأشياء اللي راها هي تمنع هذا التداول السلمي على السلطة هي هذا ما يسمى بالوطنية الزائفة، والله هذه الشوفينية، هذه أيضا راها صارت عائق من العوائق اللي تمنع التداول السلمي على السلطة. أيضا الأشياء الثانية أيضا اللي راها تعيق هذا الوسمو هي عدم تجديد، ما كانش تجديد في، يعني نشوفوا احنا دوك مثلا الواحد راه تجاوز 70 وتجاوز 80 وما زال يحكم. المفترض هو أنه تعطى الفرصة للشباب، تعطى الفرصة للكوادر، تعطى الفرصة لهذه الإطارات، هذه العقول التي تعطى لهم الفرصة على جل باش يكون هناك تداول سلمي على السلطة، وإلا نبقاو في حلقة مفرغة. الأخ رابح من ألمانيا، معذرة كان حصل انقطاع، تفضل كمل المداخلة نتاعك. ما كانش الناس الكوادر اللي قال يوقفوا، قال احنا هاليك، احنا خلاص يا نمر، الناس بلاد هذه مشات بطريقة نغيروا شوية، نجيبوا ناس كوادر، ناس اللي قرات، الناس اللي عندها في الدماغ، خليها تبحث، خليها تسدي تتوظف وش درست وش دارت، ويكون ان شاء الله تغيير، ويا سيدي نخلوهم نعطوا لهم عام عامين، معليش ما نكونوش كما نقولوا انانيين. كاين شوي الانانيه، شغل احنا في بلادنا كاين الانانيه، شغل انا وما بعد الطوفان، هذه العقليه اللي في بلادنا، انا وما بعد الطوفان ما يحبش يطلق الكرسي، ما يحبش يخلي الناس تداول، وبهذيك العقليه ما نروحوش بعيد، واش راني نشوف احنا، واش راني نسمعوا ونقرا في الجرائد اللي تكذب ديفا واللي تقول الحق ديفا، والله غير يعني ندهشوا، يعني بلاد رايحه للهاويه، واحد يقول لك الواد مدي يقول محلى بلودو هايدا بهذه الطريقة، احنا رانا الواد مدينا، واحد يقول لك الماء بارد مليح خليه برك، لازم نقولوا نسمي الأمور كيما بتسمياتها، كيما نقول نسمي الأمور، أمور ماهيش تمشي مليح، قال يا ودي خلاص لازم تغيير كيما نقول راديكالي جذري، في قاع ما يجي تاع الدولة، ماشي قال غير في الحكومة ولا في ميدان هذا ولا كيما يديروا ماكيلي بيون. يحط رئيس وزير كان في الأشغال العمومية يحطوا بها في السياحة، وبعد الآخر يحطوا منا يدور شغل جود كارت هذا، نعم. ماشي هادية، احنا لازم نسحقوا التغيير يكون قاع، ونحاولوا نكونوا كما نقولوا احنا 2015 نكونوا كما الدول، علاش الدول الغربية خير منا، ما قلتوا عندهم سلبيات من جانب واحد آخر، بصح عندهم تداول على السلطة، خلينا نستحكم الناس تجرب تسيي، احنا ما عندنا ما خليه حتى واحد، هذه نخلي كلمة لخاوتنا ان شاء الله. نعم، شكرا للأخ رابح من ألمانيا. قبل ما نمرر الكلمة للأخ عبد القادر من كندا، فقط نزيد نضيف نقطتين فيما يتعلق دائما بالإشكالات هذه. من بين الإشكالات أيضا اللي راها هي تعيق هذا التداول السلمي على السلطة هو عدم تكافؤ الفرص، بمعنى أنه تلقى مثلا في وسائل الإعلام ما كانش هناك تكافؤ نتاع فرص، تلقى واحد راهو عنده المال راهو هو يشري الناس، واحد زوالي والله اسمه ربما عنده أفكار، ربما عنده تصورات، ربما عنده أشياء يفيد بها البلاد، ما كانش. ولما نقول باللي تكافؤ الفرص مانيش نقصد فقط الناس اللي راهم في السلطة، يعني حتى من هذا الناس اللي راهم يسميوا في رواحهم معارضة، واللي راه منهم هو راهو يرفع الشعار هذا نتاع التداول السلمي على السلطة، وراهو يتكلم به ويخطب به، هما في ظرفهم حقارين. راكم تشوفوا يعني مثلا الناس اللي راهم ينشطوا منذ سنوات وهما ينشطوا للتغيير، واللي كان لهم الفضل على جل باش يكونوا في الصفوف الأمامية
قبل ما يحدث هذا الشيء للعربي تم التهميش نتاعهم وما يتكلموش عليهم في وسائل الإعلام في الجزائر خلاص نهائيا، ما يتكلموش عليهم باتاتا كأنهم فيروس، بينما يتابعوا ناس لا علاقة لهم بالتغيير ولا علاقة لهم بهذا التداول تاع السلطة، يؤتى بهم من أجل تسويق صورة للخارج من أنه راه فيه كلام تداول الكلمة أو تداول البرامج وكذا. حتى في هذه البرامج هذه راكم تشوفوا الناس اللي راهم يجيبوا فيها في المسألة هذه. إذن هذه نتاع التداول السلمي على السلطة كاينة معيقات، كاينة عوائق، كاينة حواجز اللي راها تمنع هذا التداول على السلطة. إذن والقضية أيضا اللي راها تطرح روحها بقوة خاصة في كل الاستحقاقات نتاع الانتخابات هي قضية نتاع القوائم نتاع الانتخابات. هذه أيضا صارت عائق تعيق، وهذه درك فيما بعد نجيو للنقطة نتاع أين الخلل على جل باش نشرحوها. يعني كيفاش انت راك شعار نتاعك هو التداول على السلطة ودير قوائم نتاع ناس مزورين؟ يعني قال واحد يلا مد لك كمية يصير هو على رأس القائمة. تزوير نتاع القوائم كما كنت قبيل نقول أنا في داخل جبهة التحرير، الأمر لم يعد حكرا على جبهة التحرير، وإنما يعني صار موجود حتى لدى حزب إسلامية. يا صاحبي وين راك رايح؟ حزب إسلامي هو أنه يستعمل هذه البني عميس ويستعمل الجهوية ويستعمل كذا، هذه راها أيضا عائق من المعيقات الحزبية الجهوية المحسوبية والاحتكار تاع الدين. أيضا كاين بعض من الناس كأنه راه يوحى إليه ما هوش داير روحه باللي راه مواطن عادي ما على بالوش بالمرتبه نتاعو عند ربي. صار كانه هو بها، يعني ما كانش واحد اللي نفسه ولا ما كانش واحد اللي ينتقده ولا ما كانش واحد اللي وجهه ولا يصوبه، ولا كانه الوحي ينزل عليه. وين راك رايح يا محمد؟ يا خي رانا مسلمين ولا بطلنا؟ اذا هذا راه يعتبر عائق من العوائق ايضا اللي هي ما تخليش يكون هناك تداول سلمي على السلطة. الأخ عبد القادر من كندا مرحبا بك. أخ عبد القادر بقونا نقطتين، نحن في نقاش حول الموضوع هذا نتاع التداول السلمي على السلطة، كنت طرحت مجموعة من الأسئلة على الإخوة وتناقشنا، يعني تحدثنا على التداول السلمي درنا له تعريف، تحدثنا ولو باختصار على الأهداف نتاعو، هل ترى فيه ثقافة التداول السلمي على السلطة في الجزائر، تحدثنا ولو باختصار أيضا على التداول هذا التاع السلمي في السلطة، تحدثنا الآن يعني على الإشكالات. ممكن إذا كان ربما كش ما تضيف لنا بعض النقاط في متعلقة بالإشكالات هذه نتاع التداول السلمي على السلطة. الآن رانا نبحث عن الخلل وين. خلل وين؟ هل ترى هو موجود في الإنسان؟ هل ترى موجود في هذه السلطة هي اللي راها كونت هذا الإنسان هذا من خلال التضليل الإعلامي ومن خلال المناهج المدرسية وإلى غير ذلك؟ يعني ترى الخلل راه في المواطن الجزائري، هو اللي راه متخلي على الدور تاعه في المواطنة، هو اللي راه مخليها كما يقولوا سايبة، وصار أيضا هو مشارك في هذا الفساد ومشارك في هذا التزوير ومشارك في هذا الرداء اللي راه موجود. هل ترى الخلل في وسائل الإعلام؟ هل ترى الخلل في هذا النخب، في هذا الطبقة السياسية المتعفنة؟ خلل وين راهو؟ شكرا أخي نور الدين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحييك ونشكرك على طرحك لهذا الموضوع المهم. التداول على السلطة أو التداول السلمي على السلطة أخي نور الدين يقتضي ثقافة، يعني هو من المفروض هذا التداول هو ثقافة مجتمعية أو ثقافة دولة كذلك. ما ننساوش أن الجزائر دولة حديثة، الدولة الجزائرية دولة حديثة، يعني لما نقيسوها بالقياس الدول يعني عمر الدولة الجزائرية يعني 60 سنة، ولذلك هذه الممارسة الحضارية تاع التداول السلمي على السلطة، أنا أعتبرها ممارسة حضارية، هذه
رانا نتعلم باش نمارسها، و يعني نمتلك هذه الوسيله، لان هذه الوسيله ما تجيش هكذا بين عشيه وضحاها. يعني دوله جزائريه تبنات على ثوره، ونعرف واش معناتها الثوره. ولما ادينا الاستقلال ما ننساوش نسبه الاميه المتواجده اللي كانت موجوده في الجزائر. معنى ذلك أن الدولة الجزائرية هي دولة فتية وحديثة النشأة، وهذه الممارسة الحضارية تاع التداول السلمي على السلطة، هذه الوسيلة تكتسب، ولازم لها وقت، ولازم لها ممارسة، ولازم لها ثقافة مجتمعية. ولذلك لازم الوقت. لازم الوقت. حنا لما نطرحوا هذا الإشكال اللي هو إشكال كبير موجود، بمعنى ذلك أننا نرشد، يعني من أجل ترشيد هذه الممارسة في الجزائر. ونحييك على طرحك لهذا الموضوع، وهذه تعتبر إشارات إلى السياسيين وإلى أصحاب القرار في الجزائر للاهتمام بهذا الموضوع الهام. الإشكالية احنا في الجزائر كما قلت أن أولا الدولة هي حديثة، وباش تبنى على أسس حضارية لازم الوقت. كذلك كاين خلل آخر أو إشكالية أخرى، وهي في الثقافة الموجودة في البلاد. هذه الثقافة لا تشجع على ممارسة هذا السلوك الحضاري اللي هو التداول السلمي على السلطة. من بين هذه الثقافة المتواجدة في الجزائر واللي رانا نعانيو منها، وانت راك في الدخول تاعك راك أشرت إليها باختصار، هي ثقافة الأبوية الموجودة. الأبوية شغل أنا نعرف كلش، أنا هو مول الدار، والو أنت تي ريان، أنت يور ناثينغ، وأنا نعرف كلش، وأنا اللي نعرف نسير، وانا اللي قريتك في العقليه اللي سمعناها في الجزائر، وسمعناها انا شخصيا سمعتها في البلاد، انا احنا قريناكم واحنا علمناكم واحنا كذا. فهذه العقليه المتواجده والمتوارثه، يعني ورثناها مش عارف كيفاش جات، هذه لا تشجع على التداول السلمي على السلطه، لان التداول السلمي على السلطه يقتضي النديه، ثقافة الندية. أنا وأنت كيف كيف ونتصارع على مشروع أو على مشاريع نطرحه للشعب، والشعب هو اللي يخيرني أنا أو يخيرك أنتايا، اليوم يخيرني أنايا وغدوة يخيرك أنتايا، وهكذا. ويصير التداول السلمي على السلطة، وما يكونش هذاك الصراع هذاك التآكلي والصراع هذاك التناحري لتدمير الدولة. فيا للأسف هذه الثقافة ما زالت موجودة في البلاد. فعلينا لما إذا حبينا نعالج الموضوع هذا نروحوا لهذه الثقافة الأبوية المتوارثة في الجزائر، علاش وجدت وكيفاش نحوها من 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 العقلية الجزائرية. كذلك الإشكالية الكبيرة هي كذلك هذه الثقافة مبنية على الشرعية التاريخية والثورية، مازال متوارثينها. يقول لك انت يا ما انت وليد الاستقلال، انت احنا جبنا الثوره، واحنا جبنا ايه جبت الثوره، ومن بعد يعني الثوره ثم التسيير، او فرق ممكن تكون في مستوى الثوره وفي مستوى العمل الثوري، ولكن ماكش في مستوى التسيير تاع البلاد. فهذا الخلط الموجود بين الشرعية الثورية والشرعية التاريخية، ثم الانتقال به إلى يعني إلى الأحقية في التسيير في البلد، هذا اللي هلك الجزائر، وهذا اللي أصاب الدولة الجزائرية في العمق. في التسعينات نشفاه ويقول لك احنا شاركنا في الثورة، أنتم أولاد الاستقلال، وصرع هذاك الاصطدام بين جيلين، جيل بعد الاستقلال
اللي انا انتمي منه فيه منه، وجيل اللي قبل بقى الاستقلال الاب تاعي مجاهد ينتمي اليه، وصرا هذاك الكلاش كل واحد يقول لك انا هو انا هو الصح، انا هو اللي لازم نشد الجزائر او الدوله الجزائريه. هذا 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 هذ السببين مهمين. كذلك الاعتماد على في الطرح السياسي، الاعتماد على الهوية ثاني، هذا مشكل كبير في الجزائر. يعني من المفروض كما قلت أن التداول السلمي على السلطة يبنى على الندية، أنا وأنت كيف كيف، ونطرح مشاريع على الشعب، والشعب هو اللي يخيرك اليوم وغدوة يخيرني أنايا وهلم جرى. ولكن الإشكال أن الطرح السياسي في الجزائر ما زال طرح متخلف، والطرح المتخلف هذا مبني على الهوية كما قلنا. فيجي حزب مثلا يقول لك أنا نمثل الوطن، الوطنية أنا هو اللي نملكها، هاي أنت كيفاش تروح تصارعوا من بعد، وراه الندية، يخونك هو الوطني وأنت الخائن. هنا ما كاش ندية، معناتها الثقافة هذه راهي تعيق هذا العجلة وتعيق هذا البروسيس تاع نتاع التداول السلمي على السلطة. أو يستعملوا الدين كذلك، الدين من المفروض لا يستعمل، لأن إذا استعملت أنت الدين واحتكرت لي الدين معناتها بالضرورة راح تخونني أنا، وتقول لي أنت ماكش كما كنا نسمعوا الخطابات نتاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ في التسعينات والأحزاب الإسلامية، رجعوا هما اللي مثلوا الدين، رحنا للبابوية للكنيسة. أما الغير فهو يا إما جو سيبا أنا كافر ولا ما يعرفش الدين ولا كذا. فهنا ما كاش الندية، معناتها هذه الثقافة هذه راح تعيق التداول السلمي على السلطة. فمن المفروض هذه الأمور أخ عبد القادر أخ عبد القادر أسكو مانيش عارف ممكن تصحح لي، أسكو تقصد التخويف، تخويف بمعنى تخويف الآخر قادر يساهم هو وقادر يكون عائق من العوائق نتاع التغيير والتداول السلمي على السلطة، بمعنى أنه هذه الناس اللي راهم في السلطة حتى أسيدي فرضا، هو نقوله باللي ربما فرضا فرضية فرضا هو أنه ربما اقتنعوا من أنه لابد من التناحي ولابد من أنه يترك المجال للأجيال هذه، إذا كان فيه تخويف من خلال الخطاب الديني هذاك، أيضا يقدر يكون هذا التخويف هذا عامل من العوامل اللي هي تدفع هذا الناس على جلب باش هما يستعملوا تزوير، يجيبوا ناس قرب لهم، والله ما يزيدوا أيضا يبقوا مستمرين في الحكم. أكيد أكيد أخي، لأن هذه السلطة هذه شو هو كين أمرين متلازمين، كاين التداول على السلطة، وكذلك كاين الفكرة أنك ما تبقاش في السلطة. السلطة هذه ماهيش ماكش تملك البلاد، تجي تسير وخلاص، بعد 5 سنوات أو عهدتين وخلاص، يعني خلي الناس، خلي الدم جديد، يعني خلي روح جديدة، سبيريت جديدة تحكم، أيدي نزيهة تحكم. احنا في الجزائر لا، ما زالت عندنا واحد العقلية هي تاع أنني أملك الجزائر، يعني الحاكم أو السلطة هي اللي تملك، ماشي هي اللي تسير. هنا مثلا في البلدان المتقدمة السلطة تعتبر سلطة مسيرة، ويخافوا من بعد المحاسبة، تجي المحاسبة، والمحاسبة هذه سي أوتوماتيكمون، يعني هي عقلية، هي يعني عقلية موجودة هنا في البلدان المتحضرة، ولذلك يخاف هو يسير اليوم وراه يستنى في هذيك أبري 5 سنين، يخاف من المحكمة، لأن المحكمة والقضاء راه مستقل. أما حنايا في الجزائر ما عندناش هذا العقلية، أن المسير هو الملك، ولذلك نشوفوا أن يا للأسف الجزائر اليوم أن بوتفليقة الناس تسبح بحمده، يعني بلاد فيها 40 مليون ما كانش في الجزائر واحد كما بوتفليقة. يعني بعض الناس هذا يفكر بوتفليقة رجع هو رب، هو ملك، وهذا خطأ، هذا تخلف أنا أحسبه، لأن البلد اللي ما تنتج قيادات، هذه القيادات تحكم
وتسير البلد، معناتها هذه المنظومه نتاعها منظومه فاشله، لازم اعاده النظر فيها. يا سيدي غدوه هذا الانسان هذا يموت، معناتها خلاص نحبسه هنايا. ولذلك قلت يعني هذه من الاشكاليات تاع الدوله على السلطه، يعني مشكل كبير لانه مبني على ثقافه. ولذلك الناس المهتمين بالثقافه ويعني لازم يروحوا لهذا العمق، العمق تاع التفكير والعمق تاع الثقافه لتصحيحها ولترشيدها. وكاين امور كثيره يعني الوقت يعني ما نعم. شكرا الاخ عبد القادر من كندا. نعود نرجع لك الاخ نوري. نعم الاخ نوري. نعم تفضل الاخ نوري فيما يتعلق بالنقطه نتاع الخلل. نعم في الحقيقه الخلل فيما يخص هذا الموضوع اللي هو التداول السلمي على السلطة، هو في الحقيقة له جذور ويعني الخلل هو يعني مرتبط بعدة نقاط لا نستطيع أن نحجمه ويعني ونتصوره من زاوية واحدة ولا في محيط معين ولا من شبه ذلك. هو بمثابة ذلك الأخطبوط الذي يعني لديه كل يعني يصب في كل الأماكن، وبالتالي يصعب علينا أن تحديد الخلل بصفة عامة، وإلا يتطلب علينا الكلام لبعض النقاط الأساسية حتى نختصر الكلام. فمن هذه النقاط الأساسية نستطيع أن نضيف إضافة إلى الكلام اللي ذكره الإخوة، هو النتاج الفكري السياسي الذي انتجه الحزب الواحد الدكتاتوري السابق، يعني اللي كان سابقا دكتاتوري يقمع ويمنع وما شابه ذلك، وما بين الحزب دائما الحزب الواحد المتسلط في إطار النظام الحالي الذي يقوم على توريث السلطة وتسليم يعني المهام والمسؤوليات فقط للبطانة الموالية والأفراد المواليين وما شابه ذلك. إذن هاد الفترة التاريخية، هاد الممارسة في هذه الفترة التاريخية المعينة خلقت نوع من النتاج الفكري السياسي في ذهنية المواطن، في أغلبية ذهنية المواطنين، حتى لا أعم على الجميع يعني بطبيعة الحال. فهذه الذهنية بقت سائدة يعني حتى ربما كان اللي تكون تكلم على التداول للسلطة، ومنهم من ربما لو يجي تكلم على التداول للسلطة لا يعترف به ولا يعرفه أصلا. يعني هذه موجودة حاليا في أواخر 2015 في ذهنية المواطن. إذن هذه كيف جات نتيجة للفكر السياسي للحزب الواحد اللي كان طال زمن طويل. الخلل كذلك موجود في الفهم السائد بما يسمى إن صح التعبير لمنظومة التركيبة الثنائية الحساسة عند في الخطاب، يعني كما نقول احنا اللي يربطه بالخطاب الديني. وهذه التركيبة الثنائية الحساسة أقصد بها الخلط ما بين الدين والسلطة. وبطبيعة الحال لما أنا جبت هذا الميدان أن المواطنين الجزائريين بطبعهم أغلبية يعني مسلمين ويتغدون من الخطاب الديني. فهذه التركيبة، هذه التركيبة الثنائية اللي هي الدين والسلطة عند الكثير من المواطنين المسلمين الجزائريين المسلمين يعني عندهم مفهوم غير واضح لهذه التركيبة. وبالتالي هذا المفهوم الغير واضح أو يعني الغير الشامل أو الخاطئ كذلك، قد يكون خاطئ، كونت كذلك في ذهنية هذا المواطن المسلم الجزائري عدم اعتراف بالتداول السلمي للسلطة، وإنما يعطي الإسبقية بما يسمونه بالخلافة. وهذا كان يتناول حتى في الأحزاب. إذن كان هناك ناس لا يعترفون بالتداول للسلطة وهم من الأحزاب المعارضة. وبالتالي هذا الفهم لهذه التركيبة هل هو صحيح أم خاطئ؟
هل هو ناقص او منحرف او مضل؟ يعني لازم نرجعوا لهذا الامر، ولازم ندرسوا ونجتهدوا في هذه الامور، ونفرقوا ما بين السلطه الحاكميه والسلطه التشريعيه والمرجعيه الثقافيه والمرجعيه الاجتماعيه والمرجعيه الدينيه. ما بقاوش نخلطوا الامور ما بين، يعني نعموها في افكار عامه سطحيه وفكر المواطن. هذه كذلك هذا خلل يعتبر. يعني احنا بطبعنا مسلمين جزائريين، اذا كان الان مثلا احنا نفترضوا يا سيدي نديروا حزب اسلامي، احنا ليس ضد اي حزب، كل واحد، كل جزائري هو حر له الحق باش يعبر على نفسه باش يتقدم ويبدا رايه، ولكن كان امور قد لا تنطبق على الواقع. يعني كي نشوف الافكار ولا نشوف لي برامج تاع وطن واش كيما نشوفها لي انا نفسي، تختلف التصورات، تختلف الانظار. اذا هذه الامور في كثير من الاحيان فيها مفاهيم خاطئه، وبالتالي لازم هنا الخلل يرجع لهذه التركيبه وهذا الموضوع. كذلك الخلل كما كنت ذكرت من قبل هو يعني اللي يدور، اللي هو يعتبر كذلك هدف من الاهداف الهامه تاع التداول على السلطه، هو احتكار السلطه او يعني السلطه الحاكمه الان، قصدي يعني احتكارها للسلطه التنفيذيه. احنا نعرفوا بلي هذه السلطه الحاكمه الان هي من سنين وهي تحكم، وبالتالي بهذه المده الزمنيه الطويله كان عندها احتكاك بالمسؤولين في السلطة التنفيذية وحتى في السلطة القضائية وحتى في السلطة التشريعية، وهذا الاحتكاك جعلت كما نقولوا احنا بطانة لها، أصبح لها أفراد معينين، حتى أصبحت هي تنصب من هو يعمل لصالحها في هذه المؤسسات الثلاث اللي تعتبر أساس وعمود النظام يعني السياسي المنصف والنظام العادل. وبالتالي هذا الاحتكار للسلطة التنفيذية من الجانب بتاع السلطة الحاكمة لسنين خلق انحراف للوظيفة للمؤسسة السلطوية أو التشريعية أو القضائية، وهذا ما نراه اختلاسات، يعني راهو يسمع بها الخارج، راهو يسمع بها ماهوش فقط، ولا قاضي يصدر بوكيل جمهوري ويصدق به يعني حتى بتهمة ولا بتحقيق. هذا هو ما نراه، وهذا ما يفرض عليك. إذن هذا كذلك يعتبر خلل، ويدخل في الخلل. المواطن كذلك أصبح لا يعتني بما يسمى يعني بالأخذ بالمفاهيم الحقيقية من المنابع الصادرة من الفكر الحقيقي الموضوعي الصائب. أصبح يتتبع السفاهات ويتتبع يعني كل الأخبار التي تلقى عليه من كل جانب ويأخذ بها. أصبح المواطن مخربق في عقله. اليوم يقولوا له واحد زائد واحد يساوي اثنين، غدوا يقولوا له واحد زائد يساوي ثلاثة. وبالتالي في الذاكرة نتاعو تصبح عنده منطلقات متناقضة، لا يستطيع أن يبني فكر، لا يستطيع أن يبني أبعاد، لا يستطيع، يبقى يقدر ينتحر، يقدر يصاب أي أمور، يقدر يلجأ إلى المخدرات، إلى الكحول. العقل لما يصلح فيه تناقضات يولي خطر على الإنسان. فبالتالي المواطن الجزائري لازم يعرف منين يتغدى المفاهيم، بغى يعرف مفهوم يمشي ولا يتثبت بإنسان ولا بشيخ ولا بفلان ولا بفلان، لا، الاجتهاد في الفهم. يعني لازم يدرس كثير من المفاهيم وتكون عنده فكرة عامة ويستفسر ويناقش الفكرة نتاعو العامة. بالتالي هذا الجهد هذا غير موجود في المواطن، وهذا خلل يرجع للمواطن. أصبح المواطن من الصباح إلى المساء يعتني بأمور تافهة لا تغني ولا تشبع من جوع، وبينما أنه يعني يقدر يقول مثلا هذا الأسبوع سوف أهتم بموضوع معين أو فكرة معينة أو جانب معين، مثل ما كنت نقول مثلا سابقا مفهوم أو هذه التركيبة اللي هي الدين والسلطة، ما كانش واحد يبحث فيها ويفهم فيها ويزيد يتعمق فيها ويجتهد فيها. إذن هذا خلل في المواطن، ويعني الخلل اللي نجيو نبحثه هو كثير ومهم، وربما نخلي الاخوه يزيدوا يضيفونا. شكرا الاخ نوري من اسبانيا. الاخ تونسي مصطفى مرحبا بك. اخ تونسي،
الله يبارك فيك الأخ نور الدين، سمحوا لي على هذا الغياب أنا. المهم الأخ تونسي، نحن في نهاية هذا البرنامج بقونا نقطتين. النقطة نتاع أين الخلل فيما يتعلق بتداول السلمي على السلطة، الخلل وين راهو من خلال هذا الشيء اللي قدمناه؟ الخلل وين راهو؟ يعني ترى الخلل في المواطن، خلل في الشعب، خلل في الأسرة، خلل في التربية، الخلل في الإعلام، الخلل في هذا النظام، خلل في الأحزاب، الخلق في الطبقة السياسية، الخلل في المثقفين، خلل وين راهو؟ الويل أننا وصلنا لهذا الانسداد هذا. بارك الله فيك الأخ نور الدين. شوف الخلل من بداية الاستقلال، لكن نتكلموا على الجزائر. نعم. الخلل من بداية الاستقلال وين كان تداول على السلطة بالقوة، أنه واحد ما عجبوش الآخر ينحيه بالقوة، الآخر جاء حبته الزعامة، داته الزعامة أنه إنسان ثوري، الجزائر ملك، الشعب هذا خديم عند كرايه، ولهذا الآخر يجي بالقوة ينحيه. وبعد بدأت تفتح يعني السياسي والديمقراطي وكذا في التسعينات، كانت على الأول مشات المبادرة كما تكلمت أنت، مشاو الأحزاب وداروا انتخابات وسرقوا الإرادة الشعبية، وإن كانت انتخابات نازعة وخرجوا فيها الأحزاب المعروفة كما كنت تقول قبيلتها، وهذا هو الصح، أنه هذه الأحزاب كانت عندهم قاعدة شعبية وانتخبوا عليهم، لكن السلطة بالقانون تاع ماشي بالقانون، بالقوة تاع البطش تاعها دات الإرادة الشعبية. من هذيك القوة هذيك وهذاك التسلط وهذيك انتزاع السلطة بالقوة خلقوا لنا معارضة مزيفة، معارضة الفنادق، معارضة الساعة الأخيرة، معارضة اللجان المساندة، معارضة الأحزاب الطبلة الدربكية، نقولها بالعامية يعني هكذا باش يفهموا الشعب، ما احنا كنا نحبوا نهضروا بالعربية نهضروها. الخلل الأخ نور الدين في هذا النظام الانقلابي، فهمت؟ الخلل راهو في هذه الأحزاب الانقلابية، أنا نقولها هكذا، لأنه شافوا السلطة مزورة، شافوا البرلمان مزور ودخلوا فيه. زيد القوانين موجودة، الدستور موجود، قانون تكوين الأحزاب موجود، قانون تكوين الجمعيات موجود، فهمت؟ عنده كل 3 سنين يعاودوا ينتخبوا، يديروا اللجنة العامة وينتخبوا الجمعية، والله ينتخبوا على الحزب ولا واش كان. هذيك الانتخابات لازم فيها الويس جيستيس تاع الماء تاع القضاء. شوف هنا اللي يدخل في العدالة، انه كي تجي تراقب الانتخابات من القاعدة، الناس اللي يترشحوا مزورة، ترشيح نتاعهم مزور داخل الحزب، ولهذا نلقاو احنا حزب عنده رئيس ولا رئيسة حتى ثاني شيخ، ولا هو شغل هو النبي والعياذ بالله، ولا هو نبي يعني ما معصوم عند ربي. ولهذا كون الانسان هذاك الجون تاع كندا كون ما كانش تداول على السلطه السلمي ما يلحقش الجون لهذا المرتبه هذه. احنا بالعكس في الجزائر الخلل ولا بالتزوير، ولات اللجان المسانده هذه في الانتخابات الرئاسيه العهده الاولى والعهده الثانيه والعهده الثالثه وراهم رايحين. الخلل راهو هنا في الطبقه هذه وفي العداله، ما كان عندناش عداله نور الدين، ما عندناش عدالة، عندنا سراقين. الانتخابات تشوف التزوير يلعب، نهار الفرز في المكاتب تجي كاين الشفافية، حبيت تتراقب الانتخابات شعبي عندك الحق تهز كاميرا وتصور، ممنوع يقولك وعيطولك للشرطة. ليه ممنوع؟ باسكو انت ما يخليوكش الصوت الحر، ما يخليوكش تراقب، خطرلكش الكاميرا تشوف الشفافية، تلقى اللي الخلل وراه، تلقى التصوير تاع الاصوات كيف يدخلوا البراوات في الصندوق، كيف يزيدوا يكتبوا الارقام، كان عنده رقم واحد يزيدوا له صفر من اللور ولا زوج صغار يصبع عنده 100 صوت واحد ينحي له. الخلل راهو في الطبقه هذه السياسيه هذه المزوره، انا نقول هكذا، وكداو مع الذيب ويبكيو مع الراعي، في اخر لحظه تلقاهم ينقلبوا. او كان عنده مبدا يشوفوا مثلا الحزب، احنا نقولوا نذكر دوكا رانا نشوفوا فيهم، حزب بن فليس هذا كان رئيس حكومه وكان يشرع وكان يمنع في المسيرات وكلش، وبن بيتور كمثليه، وبعد يصبحنا في الانتخابات الرئاسيه باش يدير لنا مكياج قدام الدول بلي راه كاين انتخابات نزيهه
وكاين معارضه وهو يحوس على جل الرئيس باش يديها وينسحب ويقول لك انا انسحب من الشعب، ومن بعد في الاخر يزيد يجي يدير لك حزب واحد اخر. اصبر دوك نعطيك الكلمه. الو هاك الكلمه يا خويا. واش مشكل؟ ها عندك الميكروفون ثم في السكايب، كاين واحد البوطون في السكايب ثم نتاع الميكروفون باش ما يخرجش الصوت. لما يكون الصوت راهو عندك يخرج. اصبر يكمل الاخ تونسي المداخله نتاعو ونعطيك الكلمه. كمل الاخ تونسي تفضل. نعم الاخ نوردين، هي افكار على بالك تروح. نعم معليش ماهيش مشكل، ان شاء الله يكون الانسان هذا جديد يكون يشارك نشاط. المهم قلت لك نور الدين، الخلل في هذه المعارضه هذه وهذه القوانين وهذه العداله. انا نعرف ان جمعيه باش تنشأ لازم يكونوا معارضين، يخرجوا ناس جدد بافكار جديده بقراءات جديده برنامج جديد ويعارضوا ويديروا انتخابات ويكون الصندوق هو الشفاف في القاعده من القاعده، والويسي جيسيس هو يكونترولي عنده سلطة القرار لأنه سلطة التنفيذ يعني سلطة قانونية. نورمال هو اللي يحضر وراه يحضر نور الدين يحضروا في الجمعيات هذو. والله غير تشوف نهاوشات تشوف باقارات داخل هذا ديكام ديكرون ديكرون على الزعامة هكذا برك واش يعطيني فلان نجيب لك زوج صوات ثلاثة، وهي والله ما عندها هدف أنه تحسين هذاك الجمعية هذيك والله هذاك الحزب هذاك، والله باش يجيبوا أفكار جديدة والله باش يجيبوا شباب جدد والله. ولهذا تلقى عندنا الرداءه وتلقى عندنا هذا الخلل هذا يبقى على الناس نفس الانسان لا كاسيت اللي كنا نسمعوا فيها. نعم. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. معذره الاخوه والاخوات، تحصل فيه خلل في السكايب كل مرة يصير لنا مشكل كيما هكذا. في محاولة دائما اللي باش يفسدوا هذا الحوار هذا. المهم نحاول ان شاء الله بعد قليل على جل باش نتجاوزوا هذا الخط هذا، وان شاء الله نعاودوا نكملوا ما تبقى لنا من الحوار اللي كان الموضوع تاعو هو حول التداول السلمي على السلطة في الجزائر. الأخ تونسي، أخ تونسي هل تسمعوني؟ ألو ألو أخ تونسي، أخ تونسي يا الله يا كريم أخ تونسي، أخ تونسي هل تسمعوني؟ نعم بالاخ نور الدين، انا اسمها غرفه جديده هذه. نعم تفضل. المهم قلت لك الخلل الاخ نور الدين راه في الطبقه السياسيه هذه الحاكمه وهذا الوجوه اللي رانا نشوفوا فيهم. ما جاوش احزاب جدد، ما كانش حتى من طرف السلطه ولا من طرف هذا النظام المعارض، ما عندناش تجديد في الجمعيات، ما عندناش تجديد في الاحزاب، ما عندناش حتى تجديد في الوجوه. نعم شخص الناس هذه وجوههم ما تبدلوش بقوا نفسهم. نعم ماني نسمع فيه. بقاو نفس الاشخاص نور الدين، والخلل راهو فيهم لانهم هما ماذا بهم المائده هذه تبعد ولا نعم. طارت هذه تبعد غير ليهم. شوف حتى من احزاب بعض الاحزاب اللي خرجوا عن الحزب تاعهم. نعم. بطريقه او باخرى شوف هي انسان خرج من الحزب وخلاه لجماعته. لان الناس اصبرني الاخ تونسي اصبرني نشوفوا مع الاخ هذاك باللي دخل معنا وراهو عنده اخا اللي دخلت معنا قلت لي عبد الغني من فرنسا مرحبا بك. اخا عبد الغني، اخا عبد الغني هل تسمعوني؟ هل اخا عبد الغني مرحبا بك. صح اخويا، السلام عليكم. شلونك؟ صباح. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ عبد الغني الموضوع تاعنا هو حول التداول السلمي على السلطه في الجزائر. نحن في نهايه البرنامج كنا طرحنا مجموعة من الأسئلة على الإخوة. الآن رانا في النقطة نتاع أين الخلل وكيفاش على جل باش يكون هناك تداول سلمي على السلطة في الجزائر. تفضل.
شوف يا اخويا، الوضعيه في الجزائر هي وضعيه معقده جدا، نعم. يعني ماشي وضعيه سهله، نعم. لانه الناس تختار اشياء وتقول انه الناس لازم يكون هناك ناس جدد، ولازم ولازم ولازم. هي على كل حال الوضعيه كما قلت في الجزائر معقده، لانه ما بداتش القضيه من عام ولا عامين، القضيه هي قديمة بزاف، وكل ما قدمت الأفكار في الجزائر وقدمت الوضعية تعقدت أمور الجزائر أكثر وأكثر. حتى وين وصلنا الآن، الوضعية الموجودة فيها في الجزائر اللي تقريبا الحل أصبح شبه مستحيل. عندما نقول شبه مستحيل، لأنه كما نقول الشعب الجزائري كله تفاهم على الجزائر باش يتصرع، تفاهم عليها الأحزاب، مثلا مثل أفلان، حزب من 1962 هو يحكم في الجزائر وما زال يحكم وراح يزيد يحكم، وأحزاب تاع السلطة كونت أحزاب كأرانب، وكان أحزاب إسلامية عندها توجه طبعا مرة هاك مرة ماشي هاك، يعني الأمور اختلطت بزاف في الجزائر. دوك تقول لي الحلول، انا الحلول ما نقدرش نعطيك الحلول، لانه ما حتى واحد في الجزائر ما يملك الحلول، ولو نظريه 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 كيفاش يكون. نعم، يقول الاخ بلي لازم تجي وجوه جديده، ما يقدر راه من الوجوه هذول لازم تخترق هذه الوجوه القديمه. الوجوه القديمه في الجزائر ما عندهاش لا فولونتي، ما كاينش لا فولونتي بوليتيك باش يعطوا المشعل. كي تقول لي علاش ما عندهمش لا فولونتي بوليتيك، نجاوبك بصراحه، لانه ماشي هما اللي يحكموا، ماشي هما القرار ليس في يدهم باش يقول لك انه يعطوا المشعل للشباب باش يحكموا، ولا الناس باش تستلم الحكم كما في بلدان وخد اخرى، الجيل القديم عطى الجيل الجديد. فهم كيف؟ الحكم الجزائر راهي مرهونة بين أيدي أشخاص، هذا هي اللي واش نقول لك. ولكن انت نظريا، احنا على بالنا كاين واقع مر رانا عايشين، وهذا امر متفقين عليه. نظريا للتداول السلمي على السلطه، يعني انت ودي كنقول لك يا اخ، اسمح لي، واسمك الاخ، واسمك نور الدين. ايوا تفضل يا اخ نور الدين. وكنقول لك كيفاش نظريا، دوك نكتب لك كتاب من غدوه نقول لك نظريا كيفاش. معليش اسيدي، احنا عطينا مجموعه من النقاط برك، كيفاش انت تداول السلمي على السلطه في الجزائر اللي راك انت تعلم به والله انت تنوي. تداول السلطه في الجزائر يبدا اول انه هذو الناس كلهم يقعدوا الجزائريين فيما بيناتهم، سواء الوجوه القديمه او الوجوه الجديده، كامل يقعدوا مع بعضهم بعض من اجل تكوين لجنه جديده تشرف على انتخابات جديده. الانتخابات الجديده هذه تفرز شخصيه جديده اللي ما عندهاش ماضي، نطلع من خلالها المستقبل. هذه الشخصية هي اللي راح الجزائريين كلهم يلتفتوا حولها، كما شخصية مثلا أردوغان في تركيا. من بعد تتكون برلمان، انتخابات برلمانية نزيهة، يعني جانا رئيس نزيه، ومن بعد كان انتخابات البرلمانية نزيهة. أن البرلمان من متكون من ناس مؤهلين، مش مثل البرلمان الموجود في الجزائر اللي فقط من تطبيب وتهليل، من ناس يعرفوا يشرعوا، كيقول الناس تعرف تشرع قوانين باش تعرف تراقب وتكون عندها سلطة المراقبة. هذا البرلمان على يراقب الحكومة ويراقب شنو يدير الحكومة، وبعد كاين انتخابات بلدية وولائية، وتكون هناك واسمها كل شيء يجيب الانتخابات، وكل شيء يجيب الناس النزهاء اللي يقدر يبني الأشخاص. شوف، لما ما عندكش أشخاص اللي يأمنوا بمشروع، مشروع بناء وطن، وما عندكش أشخاص الناس تآمن باسمها، علاش قلت لك اختلقت الأمور؟ اختلقت الأمور لأنه الجزائر كسرت، حتى الأشخاص اللي تقول لي شكون هما هذو، ما عندكش أشخاص تتكل عليها. كامل الأشخاص، الشعب الجزائري تقريبا كامل شعب ميؤوس، يأس، فهمت؟ الا كاين بعض الجماعه اللي يدافع على هذيك الناس. اصبحت تتكلم مع السياسي، يقول لك شنو السياسه هذه يا حبابك، يقول لك خلينا ناكل ونشرب وخلاص وربي سهل، وان شاء الله ما تنوش كيما في سوريا والعراق وبلدان اخرى. فهمت كيف؟ يعني الشعب راه عايش حدايا وراضين، وتنتظر حل. الحل ان شاء الله يكون عند الله سبحانه وتعالى، هذا مكان ويجيب لنا حل اللي ما نكونش ننتظروا منه كامل، ويكون هناك عقلاء يبنوا، وكل شخصيه تكتب الجزائر كامل هذيك الشخصيه باش تكون هي يكون هو رئيس الجمهورية، وهو اللي راح يعني يقوم باللازم. يعني انت راك مقتنع باللي شخص يعني يقدر هو يغير في البلاد؟ دائما شوف 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 الاخ، دائما الاقليه هي اللي اسمها. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيما بدا بداو جماعه 4 5،
ما بداوش 50,000، وشوف كيفاش بدا الفيس، بداو 100,000 في نعمون خرجوا زيرو. دائما شوف التاريخ الاسلامي يقول لك دائما هما 4 5 اشخاص 10 اشخاص اللي ياخذوا المشعل والناس كامل تبعهم، هذه تاريخيا. نعم، شكرا للاخ عبد الغني من فرنسا. الاخ عبد الغني اذا كنت تحب تبقى معنا فقط طفي الميكروفون، راه كاين واحد البوطون ثم في السكايب، طفي الميكروفون برك باش ما يخرجش الصوت من البيت، حتى باش ان شاء الله نكملوا هذا ما تبقى من الحوار. الاخ بعد الاخ نوري والاخ تونسي، الاخ عبد رابح من المانيا، اخ رابح بقاو لنا نقطتين فيما يتعلق بالنقطه نتاع الخلل، مثل ما وجهت الإخوة السؤال هذا فيما يتعلق بالموضوع تاعنا، موضوع تاعنا اللي هو حول تداول السلمية على السلطة في الجزائر، خلل وين راهو؟ يا هل ترى في الشعب، في الطبقة السياسية، يا هل ترى في هذ الناس اللي راهم هما مستأثرين بهذا الحكم واللي راهم هما مطوعين هذا الشعب من خلال وسائل مختلفة؟ خلل راهو في القيادة نتاع الجيش اللي راها صارت هي عائق حال التغيير، الخلل راهو في الشعب اللي هو ايضا ما راهوش يقوم بالدور تاعو نتاع المواطنه، الخلل راهو في جهات خارجيه، الى غير ذلك من الاسئله اللي تحوم حول هذه النقطه نتاع الخلل. وفيما بعد كيفاش على جل باش حنا يكون هناك تداول سلمي على السلطه في الجزائر؟ تفضل الاخ ربح. اذن تفضل ان شاء الله. كتبت واحد النقاط اخ نور الدين. نعم. الله اين الخلل؟ وباش نختصروا باش خلو خاوتنا استفدنا بزاف منهم على كل افكار، ملي تكون كاين افكار بزاف هكذا يعني متنوعه. نعم. مانوش موافقينهم 100% بصح ما عادش نسمعوا لهم، ما فيش مشكل، هذا هو اللي لازم يكون في الجزائر، لازم نسمعوا لبعضنا باش نقدروا نتناقشوا. نعم. انا واحد النقاط اين الخلل، قلت الخلل الاولاني كاع هو كيما نقولوا راس الحربه وراس الافعى هو في السلطه ذاتها، لان السلطه اصلا ماشي قابله للتبديل والتغيير، هذه هي. الخلل الثاني اللي درته انا من ضمن هذا هو التنظيم في النقاط في الاحزاب والنخبه التي تقوم بدورها سياسي على احسن وجه. نجمو كل نقطه نشرحها بصح انا نختصر نكون بك النقاط. الخلل الثالث في الوعي السياسي والوعي المواطن بفكر التداول عن السلطه، يعني الشعب تاعنا مازال ما فهمش ولا ما حبش يفهم، ولو فهم وساكت بهذا المعنى. عندناش شعب نقولوا واعي سياسي، نقولك واقل واعي بصح ما كانش رياكسيون. الخلل الرابع في اصحاب المال، هكذا انا نظن اصحاب المال باسكو هما اللي يلعبوا دور كبير دوك تاعي. لو كان نشوف الجزائر هذا كله اصحاب الشكاره يديروا كلش، هما اللي ولاو دوك يساندوا الفاشل والفاسد وما يدعموش الواحد اللي الصالح والمصلح، هذا من الفكره اللي درتها. اصحاب المال يساند الفاشل والفاسد ولا يدعمون الصالح والمصلح. الخلل الخامس في الاعلام، الاعلام دوك كما نعرفوا اعلام سلاح ذو حدين، ولا لا يقوم بدوره ولا بمهامه الاعلاميه لتنوير الراي العام والمواطن وشرح الراي والراي الاخر. وكما قلت انت مقبلتك فكره مليحه، يجيبوا ناس باينين في التلفزيون ولا في الاخر ولا يقالوا يجيبوهم يشرحوا الافكار اللي حابين هما يجوزوها، تسمى لتسويق الافكار للناس، هذه هي. وهذه اين الخلل، ونظن الحل في الافكار اصلا، يعني الافكار تاعنا لازم نرتبوها. والشاب هذا الحالي كتبت نقطة واحدة أخرى، الحالي طالب وقت كبير نور الدين، قول لي علاه؟ لأن الجيل كما كان يحضر أخ تونسي والإخوة، الجيل هذا تاع القديم هذا اللي قال لك أنا بدي تطور على الآخر مش حيسمح بالبساطة. لازم نصبروا ونوعيوا. ولكن الأخ رابح، دوك حنا ربي راهو داير تداول سناني، راه الان الليل يطلع يجي والنهار يطلع، يعني هذا الانسان هذا اللي ما راهوش هو مقتنع باللي راه وصل ل 70 سنه ولا 80 سنه، واش راح دير معاه انت؟ ها هو المشكل، ردي ما حبش تقبلوه، ما يتقبلوهاش اصلا، ما يتقبلهاش. نعطيك على سبيل المثال، شو احنا في المانيا، والله المثال حبيت نضربوه لانه مثال مليح. شوفوا واش دارت ميركل على كل حال.
في قضيه المهاجرين هادو يجاو السوريين يجاو المانيا، نعم قالت كلمه وبعد فاقت باللي غلطت. يبقى الحزب تاعها ما رحمهاش، ما رحمهاش. عمي السوي كما نقولوا احنا بالدارجه تاعنا عمي لارقيو فيها بشويه، و100% الانتخابات الجايه مش حتطلع لانها دارت غلطه. احنا هادو الناس داروا اخطاء في تاريخ الجزائر، بصح ما عاقبوهم ما حاسبوهم، بقاو هما هما، هاو المشكل. فهمت؟ تقولي دوك نقول لك الخالد نعطيك الحل، واش هو الحل؟ الحل في الطبقه السياسيه، ما عندناش طبقه سياسيه. الحل في المواطن، المواطن فهم، وكاين اللي فاهم وساكت، وكاين اللي مش عارف يكسر راسه كاع. وكي فاهم مالا دوك حنا نخليو درك هذا كيما نقولوا البلاد تروح للهاويه والله. واش راني قاعد نقول لك؟ ها البلاد رايحه للهاويه. انا نحكي مع واحد، شوف الله نور الدين كي جات الهضره تسمى، نحب نقصر مع نحكي مع خاوتنا، نقصر مع واحد من البلاد، قلت له واش كيف الحال واش راكم وكذا، وانسان لاباس به تجاره وما شاء الله وكذا، قال لي انا باع واش نقول لك؟ قال لي راهم حابين ينوضوها باش يغطيو على امور. علاش دوك الشعب فاق؟ قال لك انا ما نخرجش ونموت ولا ندير نحرق ولا اخر. تما دوك شكون اللي بقى يلعب الدور الكبير؟ هادو اللي كنا نحكيو عليهم النخبه والاحزاب السياسيه. هذا التداول يكون سلمي، الشعب قال لهم خلاص انا يونا مار، فهمنا. واحد الوقت لا تفكرت كنت نقول لك يا نور الدين عنده واحد العامين ولا، قلت لك خلاص شامل هذا العاصمه والمناطق اللي المدن الكبرى، قلت لك ما عادش تنوض، الشعب خلاص برد برد من هذا تاع المشاكل تاع الدوله وتخرج التغيير هذا ومن. قلت لك يجي نهار وتنطلق من الصحراء، قلت لك كيف واش تطلق من الصحراء ما كاش، وجا المشكل تاع الصحراء. هكذا احنا نستناو كما قلت آية الله في الكون، نستناو كاش آية تنزل في البلاد هذه. هذا هو باش نقول رأيي والله أعلم، مع رأيي والله أعلم. واش راني نشوف ونسمع الناس يهضروا في البلاد من داك كنا نحكي معاهم هكذا، الشعب قال لك أنا ما نخرجش، الطريق باش نخرج هكذا وحابين يخرجوه. وكنت تشوف يا نور الدين قاضي هذا تاع هذه الميزانية تاع 2016 والبترول وزادوا لنا وسمو الالكتريسيتي والغاز وهلو ما جرى، واش حابين يديروا هذا؟ واش حابين يديروا؟ انت كي تسمع السلال يروح الماريكان يقول لهم انا جاي، ماشي يجيب رجال اعمال في ماريكان، يروح الماريكان باش يدي رجال اعمال من الجزائر، باش واحد المدينه في ماريكان ماتت كاع ايكونوميكمون، ماتت ما كان فيها والو، هجروها مواليها. راح دوك سلال يدي رجال اعمال اللي في الجزائر اللي عندهم درام اللي كلهم شعب الجزائر باش يروحوا يستثمروا في امريكا. وانت علاش انت بالك لا عذر هو يحوسي واللي يحكم في الماريكان؟ ايه ممكن هو مهبول يقدر يديرها، ما نعرفش. اسمع بالك راهو يحوسي واللي هو يولي يتصرف في اوباما ويولي يتصرف في السيا ويولي هو اللي يحكم في الماريكان وهكذا يولي يحكم في العالم كامل. كما قالهاش عثمان عريوات. مريض من خويا يجي يديرها، السيد مريض مريح في السبيطار يقول لاباس عليه وهضرت معاه. يقول يكذب الناس كاع في وجههم، الشعب الجزائري كاع شايف رئيس ما قدرش يهضر زوج كلمات للشعب يقول لهم يا شعب الجزائر، يقول لك انا هضرت معاه ولاباس وعيو، الشعب كاع شافو والناس كاع تحترمو افكارو. سبحان الله دوك خلاص يلا رسول الله. نعم شكرا اخ رابح من المانيا، الاخ عيسى من كندا، ومن بعد نجي لك عبد القادر. اخ عيسى من كندا، بقونا النقطتين هذه، الخلل وين راهو وكيفاش على جال باش يكون هناك تداول سلمي على السلطه في الجزائر؟ تفضل. الخلل ويا الخلل. نعم. الخلل قالوا جماعه يعني بزاف، بصح نزيد نلخص حتى انا شويه. هي في المثقفين، في الطبقه السياسيه، في لي زيليت تاعنا هذا من النخبه. و اون جينيرال في الشعب. الشعب 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 هو اللي مازال يعني يا عجبه يا ربي يقلد في كلش. جابوا البارات وجابوا الكباريات وبنوا لنا اكبر مساجد في افريقيا وعياو يديروا واحد ما تقدر، يقلدوا الموسيقى، قلدوا اللبسه، يجيبوا في لي ماشين من الخارج، لوزينات تجي من الخارج وهما ما يعرفوش يسيروها، كلش مقلد. وزيد كي نروحوا للرياضه مثلا يقول لك كاينه لا رولاف، كيقولوها بالعربيه لا رولاف اللي تجي من اسمها ربي وجيل، اللي يجي
كيما في الرياضه كيما فريق وطني لازم تكون لا رولاف لي مينيم ولي جينيور. حنا في السياسه ما عندناش، في السياسه ما عندناش هذه لا رولاف خلاص. اللي وزيد ما حنا الجزائري خلونا لازم يكون في عمرك 70 سنه باه تعود تعرف صلاحك. سما كي تجيه على 40 سنه والله في عمرك 50 سنه انت ما تعرف والو، كما كان يقول قبيل عبد القادر ولا جماعه هما اللي قراونا هما اللي علمونا الثوريين هما اللي داروا الثوره حنا ما نعرفو نديرو والو. يسمى لا جينيراسيون تاعنا هذه اللي في عمرها 50 سنه في عمرها 60 سنه ولا 55 من 45 ل 55 اسيدي هذو كل مازال ما يعرفوش صلاح. لازم توصل 70 سنه باه تولي بيسك حنا اللي يحكموا فينا راهي من 70 وطلع. انا ما شفتش شباب في الجزائر واحد في عمره 45 سنه رئيس حزب، ما شفتش انا مسؤول في وزاره والله في الرئاسه والله في الجيش انسان صغير وكل من 70 75 كاين اللي لحق 80 سنه. يسمى هذا يبين لك باللي هذا الخلل الكبير في ما خلوش الداله. هو يقول لك خيرك المثل اللي يقول له لو كان جات كيف يقولوها نور الدين لو كان جات ما تلحق ليك. سمعت الناس هادم يحسب لو دامت لو دامت لغيرك ما وصلت اليك ما وصلت اليك لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. سمعت الناس هادم يحسبوك اللي احنا عندنا واحد العقليه ثانيه في الجزائر اللي تعطيه المسؤوليه ولي الكرب. هو ما حد زيد المشكل الكبير اللي في الجزائر انا واللي لاحظته وكي نجي نقارن ما عندنا لا رقابه ما عندنا مراقبين ما عندنا مسؤول يخاف من الرقابه. كما كنت تقول قبيل ما كانش مسؤول تحاسب لانه ما كانش الرقابه، وكما تكونش الرقابه ما كانش محاسبه، وكما تكونش محاسبه اعمل ما شئت دير كراك دير واش رايك واش بغيت. هذا ثاني عندنا مشكل وهذا كل قلت لك اكل 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 الموانه في الشعب. الشعب اللي تقدر تقلد كل شو ما تقدرش تدير تقلد الممارسه الديمقراطيه سيدي قلده خيربوا بالتقليد قلده. انا نتمنى هذه من باب الحلول اللي راح نطرحها على النواب نخلقوا بورس جديده. كاينه واحد لا بورس ديزيتيد يبعثوا الناس الجامعيين يقراوا في الخارج يديروا دي بورس. انا نتمنى من الرئيس الجاي الجديد اللي راح يجي يدير بورس على ليتروجي للنواب. قال قبل ما تجي نايب روح اقرا في كندا. دوك هما مشيو فرنسا، فرنسا بدات دوكا كاينه ناس يقول كاينه نتخلاو من تاع فرنسا هذي بلي يروحوا لكندا خير يتعلموا يشوفوا كيفاه النواب كيفاه يخدموا كيفاه يتعاملوا كيفاه يخدموا شعبهم كيفاه يريكلامي وكيفاه يخبط الطابله على رئيس الحكومه وكيفاه يجيب حقه وكيفاه يدير مونسيون كيفاه يمشي المشروع كيف انه يفرض هذاك القانون كيف يغيروا الاشياء. خلل يا عيسى خلل ومن بعد الحلول. نعم من الحلول يبعث النواب يديروا بورصه. هذه تقترح انت من الحلول. اوكي سلام يتعلموا هذه مي بيسك عليه دي الدعاوى بالديمقراطيه ورانا ديمقراطيين وواحد لو يمارس فيها صح. يعني تقصد التكوين يعني تهيئة الناس من خلال التكوين على جل باش هو يتصير عندهم القابلية نتاع التداول السلمي على السلطة. فوالا يقرا عليها اخويا روح تعلم شوف الناس كيف راهي تعايشة بالتداول على السلطة شوف الناس كيف راهي ما تشوفهاش على التلفزيون يبعثوهم لازم يقعد تما في وسط الصالة. تما واش اللي فهمته هو انه مادام هذا الناس اللي راهم يلعبوا مثلا في كرة القدم تحبوا انتم على جل باش يصير واحد لاعب ماهر لازم يروح يدير ستاج برا ولا فريق هذا يروح يدير تدريبات برا. لما لا ما تبعثوش شخصيات يروحوا للخارج يتعلموا على التداول السلمي على السلطه. ولا هذه هي بيسك رانا نشوفوا فيه كي الدعاء ونديروا حنا والديمقراطيه ونجريوا على الديمقراطيه بس على ارض الواقع كي تشوفوا واحد النائب نتاعو مرته واحد النائب نتاعو بنو واحد راح يورث لبنو واحد بن عمه غير لونتوراج لو بلي بروش. قلت لك هذه في الحلول انا نحطها يا هو بوتفليقه راهو كان يشطح في سان ميشيل راهو يعرف فرنسا مليح مليح يا سيدي حتى اسيدي نفرضوها وديمقراطي 200% كان في لاسبيس. بصح المشكل انه حنا هاد الجزائري اللي راهم حاكمين سده الحكم ولا اللي راهم يطالبوا به يحكموا الحكم
والله اللي راهم يجريو باه يوليو في يوم ما يسمى رؤساء، يعني يحكموا البلاد ويسيروا البلاد. حزب كي يحكم راح يحكمها هو، راح يسير بالطاقات نتاعو بالافراد نتاعو. هاد الناس هذم ما عندهمش تداول هما في الداخل، ما عندهمش ما عندهمش في هادي كلون داخل الحزب، كل واحد وجماعته، كل واحد يحوس جماعته هي اللي تحكم باه يدير رايه، وهذا يأثر كثير. والشعب تلقاه نفس الشيء، يشوف الباطل قدامه ويصفق. نعم، شكرا شكرا اخي عيسى. الاخ عبد القادر من كندا، بقوا لنا نقطتين، النقطه الاولى اللي هي نتاع الخلل، والنقطه الاخيره نتاع الحلول، كيفاش باش يكون هناك تداول سلمي على السلطه في الجزائر. شكرا اخي نور الدين. والله المشكل كبير، ولكن ماهوش مستحيل الحل، يعني الحل ماهوش مستحيل، صعب ولكنه غير مستحيل. دونك الانسان ما يأسوش، يعني سمعت الاخ من قبل قال لك نستناو ربي ولا المهدي المنتظر ويحل لنا المشكل. لا، يعني صح، لما المريض يروح للطبيب ويكون عنده مرض كبير، يعني الطبيب يحاول باش يداويه، يعني حتى ان يعني ياخذ الوقت، لازم له العلاج، لازم له الدواء، لازم له الوقت، ولازم له الجرعات نتاع الدواء. فاحنا كما قلت انا، المشكل ان الجزائر ولا الدوله الجزائريه دوله حديثه وتراكمت اخطاء، يعني تبنات ما ديماراتش مليح في 1962، ومن بعد صارت اخطاء، ومن بعد صارت تراكم تاع اخطاء، ومن بعد فيه ثقافه ورثناها. ما ننساوش باللي عندها البعد هذاك تاع التراث جايين من الاخطاء التاريخيه القديمه تاع الميراث في الحكم، ولا توريث الحكم وتعيين الحاكم وعدم الخروج عليه حتى يموت، يعني فيه تراكمات. ولكن اذا هذا هو اللي خلى عدم وجود التداول السلمي على السلطه في الجزائر، ولذلك استعملنا العنف، استعملنا القوه استعملناها والعنف باش نوصلوا الى السلطه، واستعملنا العنف والتزوير والقتل والعنف باش نبقاو في السلطه. يعني هذه امرين يعني زوج اثنين. نعم. يعني كاين جماعه استعملوا العنف، والعنف بالمعنى نتاعو العام، العنف الخطابي، العنف يعني العنف عنده عده مظاهر، وجماعه اخرى استعملت العنف باش تبقى في السلطه. اذا المشكل كما قلت انا، المشكل تراكمي. الحل فيه، الحل ما نقولوش ما فيش الحل، صعب الحل، يتطلب وقت، صحيح الحل يتطلب إرادة سياسية، صحيح الحل يتطلب نخب، يتطلب تضحيات، يتطلب دائما دم جديد، يعني نخب جديدة، وهذا النخب جديد إذا معناتها جيل جديد كذلك. مثلا المشكل تاع التداول السلمي على السلطة، يعني يجي من القاعدة ويطلع، يجي من القاعدة ويطلع. إذا ما كانش مثلا تداول في جمعية الحي، وتداول في النقابات نتاعنا، الجامعات وفي المصانع وكذا، وإذا ما كانش تداول على مستوى هذه الدوائر الصغيرة، فمستحيل باش نروحوا إلى التداول على السلطة، لأن التداول على السلمي على السلطة هي تحصيل حاصل يجي، يعني أوتوماتيك مو يجي. نحن رانا عايشين هنا في البلدان هذه المتحضرة، هذه كاين تداول على السلطة من تحت، من القاعدة نتنفسوها. احنا مثلا غير هذا الأسبوع هذا درنا انتخابات في العمل تاعنا في الورك بليس، يعني كان عندنا نقابة غيرناها بنقابة ثانية، جاءوا ناس جدد، جاءوا وجوه جديدة، والنقابة القديمة رانا نحاسبوا فيها، وجبنا نقابة جديدة وعندهم مشروع جديد، نزيدوا لكم في كذا، نطوروا لكم في البينيفيت نتاعكم إلى غير ذلك. معناها هاي الممارسة من القاعدة. ولذلك لما نشوفوا احنا تريدوا طلع اللي في عمره يعني في الأربعينات،
شيء عادي بالنسبه هنا لكندا. ليش؟ لانه تحصيل حاصل، لان الامر تبنى من تحت من القاعده وجا طلع. فاحنا كذلك من خلال اذاعه وطني، وبارك الله في الاخ نور الدين لانه فتح لنا المجال هذا باش نتواصلوا مع خاوتنا يعني السياسيين في الجزائر والاحزاب والنخب. يعني لازم تنشئه الجيل نتاعنا من تحت على التداول. فلما يكون تداول من تحت من جمعيه الحي، من النقابه الموجوده في الجامعه، ترجع ممارسه، ترجع سلوك، ترجع ثقافه، فمباشره نروحوا الى التداول السلمي على السلطه في على مستوى الدوله. هذا امر مهم. الامر الثاني كذلك يعني يدخل في الحلول، هو كذلك الاتفاق بين الجزائريين، وهذا ما ندعو اليه ونور الدين راه يدعو اليه من منذ سنوات، الاتفاق على مشروع مجتمع، على نديروا ميثاق بين الجزائريين، ميثاق يعني قاعده تعتبر كميثاق. هذا الميثاق هو اللي يحدد الهويه تاع الدوله، يحدد يعني الاطار العام تاع الدوله، ومن بعد نتصارع في البرامج. ما نبقاوش نرجعوا للميثاق هذاك، واحد يشد لي العلم تاع الدين، واحد يشد لي العلم تاع الوطنيه، واحد يشد لي العلم تاع الثوره الشرعيه الثوريه الى غير. خلاص هذوك سي فيني، نخلوهم اكوتي. ولذلك باش ما يصرناش واش صرنا في التسعينات، يجي حزب مثلا يبني الخطاب تاعو على اساس ديني، يدي بلديات، يدير بلديه اسلاميه، يكتب البلديه الاسلاميه والبلديه الاخرى ماهيش اسلاميه. يعني هذه الامور هذه خلاص ننتقل، يعني خلاص ننتقل منها، نخلوها تعتبر كميثاق، ثم نتصارع على البرامج. وهذه تعتبر ثقافه كذلك، ثقافه يعني اليوم انا نطلع ونعترف وتعترف بيا، وغدوه انت تطلع تشد السلطه ونعترف بيك. هذا هو الحل نشوف. وكذلك هو الاتفاق بين الجزائريين وبين السياسيين على ان التداول على السلطه هو ليس تغيير للدوله، ماهوش معناتها انني نغير الدوله، وانما هو تغيير في الدوله، في 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 في, في المانجمنت. هذا هو اللي خصنا في الجزائر. التفكير لما انا نتداول معاك على السلطه هو انني فلاجيرونس، انت اليوم راك تسير فيها الله يبارك، غدوه لازم ندير لو بيلون تاعك ونحاسبك، ومن بعد انا نقترح على الشعب، والشعب هو اللي يخيرني وهو اللي يعطيني الاصوات تاعو ولا غير ذلك. كذلك كاين فكره وهي ان الحكم للاغلبيه في الجزائر لازم تكون الحكم للاغلبيه، ولكن احترام الاقليه، اقليه فكريه ولا اقليه اي اقليه مبنيه على اي اساس. فهذا هو اللي لازم يكون، ما تكونش الاغلبيه تحقر الاقليه، ولا الاقليه تستقوى بالعدو الخارجي ولا يعني اي قوه دوليه باش تغلب الاغلبيه. يعني لازم يكون عندنا هذه الثقافه، هو انني احترم الاغلبيه، وغدوه ممكن تجي انا عندي اغلبيه وهكذا. كذلك اخي نور الدين، هو ان التداول السلمي على السلطه ماهوش يعني هو ضروره حتميه باش تستمر الجزائر. لما كما قالوا الاخوه من قبل، قال لك الجزائر والدول الجزائر راح للحيط، صح راه للحيط. ولذلك التداول السلمي على السلطه يعتبر ضروره ملحه وضروره حتميه لاستمراريه الدوله، ماهوش قصره يعني رانا نخرفوا رانا نحكوا هكذا في الفاضي وخلاص. لا، ضروره، لان لو ما تكونش تداول سلمي على السلطه راح الدوله الجزائريه حتتفجر اليوم او غدا. هذا واش نختم الكلام تاعي بالحل ماهوش سهل، والحل لازم له نضال، وما لازمش نيأس. كثير من الاخوه قال لك خلاص الله غالب، هذا واش نو، فيه حل، لازم نناضل في هذا الاطار الثقافي والاطار الفكري والاطار السياسي، ونتجرد من الذاتيه. مش معناتها انني انا ما طلعتش اليوم خلاص نقول البلاد هذه راحت، لا، نزيد نناضل ونناضل ونناضل، ولازم نكرسوا هذه الثقافه تاع التداول بيناتنا، في الاحزاب،
في الجمعيات في النقابات، ومن بعد تطلع هكذا حتى توصل تحصيل حاصل التداول السلطي على السلطه. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا الاخ عبد القادر من كندا. الاخ نوري مانيش عارف الا درت تعليق فيما يتعلق بالنقطه الاخيره، ماشي نتاع الخلل وانما نتاع كيفاش على جال باش يكون هناك تنافس سلمي على السلطه ويكون هناك تداول. تفضل الاخ نوري. فيما يخص النقطه الاخيره يعني نقدر نضيف بعض الاضافات فيما يخص هذا الموضوع نتاع اليوم، التداول السلمي على السلطه، حتى وانه يعني لكي يعني يتوفر هذا المفهوم في المجتمع الجزائري يتطلب يعني توفر امور اخرى قبلها. يعني من المعلوم او من المعروف ان ضمن احترام النظام السياسي، يعني هذا النظام السياسي كيفاش يمشي كيفاش يتعامل، عنده احترام، عنده يعني ابعاد، عنده اشكال، عنده اسلوب، عنده ممارسه. فضمن هذا الاحترام النظام السياسي ياتي التداول على السلطه اللي نتكلم عليه بالمفهوم الحقيقي نتاعو، ويقوم بالدور نتاعو بعمليه تغيير الادوار. هذا هو يعني المهمه نتاع التداول السياسي. كيف ذلك؟ فتقدر تكون هناك قوى سياسيه في المعارضه وصلت عن طريق طبعا الاقتراع العام الى السلطه، وتكون هناك قوى سياسية أخرى تخلت بشكل يعني زمني أو ظرفي عن السلطة لكي يعني تدخل المعارضة وتمارس المعارضة. هذا هو المفهوم تاع التداول اللي رانا يعني نقصدو به. ولكن الآن لو نجيو نطرحو السؤال على كل المواطنين الجزائريين، هل مثلا بالوضع الحالي الآن الحزب الحاكم الآن في الجزائر اللي طالت المدة نتاعو اللي هو حزب جبهة التحرير الوطني، هل يستطيع المواطن الجزائري يشوف يوما ما هذا الحزب في المعارضة؟ يعني شكون يقدر يشوف مثلا الآن هذا الحزب هذا واقف في المعارضة يعارض حزب آخر في السلطة؟ يعني قد يكون تصور غريب، وقدر يكون تصور مستحيل بالنسبة للمواطن، وفعلا عند أغلبية المواطنين هي مستحيل. ولكن إذا كان الجواب لا يستطيع هذا الحزب باش يوقف في المعارضة، ولما نقول يقف في المعارضة هو راه يساهم في التداول على السلطة، فلماذا لا يستطيع؟ هل معنى أن هذه القوى الحزبية الحاكمة اللي هي جبهة التحرير الوطني يعني الحاكمة حاليا، يعني كما نقولوا احنا لو وقفت في المعارضة هل هذا يعني غادي ينقص لها من القيمة نتاعها وغادي يزيحها من ممارسة السلطة مرة أخرى وعمرها ما غادي توصل السلطة؟ هل هي يعني هالناس اللي راهم الآن حاكمين في جبهة التحرير الوطني هل راهم يفكروا هذا التفكير؟ لأنهم إذا وقفوا بمعارضة صحيح القيمة ديالهم يوليو ما يسواوش يوليو، هذا فهم خاطئ. لكن هذا الفهم نتاعهم مازال خصهم يدرسوا 50 سنة أخرى باش يمارسوا السياسة، لأن مازال ما فهموش المعنى الحقيقي للتداول على السلطة. وبالتالي كما قلنا من قبل أن التداول على السلطة هو ضروري، كي نقول ضروري أن الحزب الحاكم لازم عليه يوقف في المعارضة ولو مرة، إلا ما نقولش يعني ما نكزاجيروش كما يقول كثير. علاش؟ لأن كان أمور تكون فيه أخطاء ممارسة غير يعني لا تليق، والحزب كذلك كيكون في السلطة في الحاكمة ما يقدرش يجدد الحزب نتاعه، ما يقدرش يكتشف الأخطاء، لازم يكون في المعارضة أولا باش لازم عليه يمارس المعارضة، لأن المعارضة ممارسة سياسية وتتطلب كذلك جبهة التحرير الوطني أن تمارس المعارضة. هكا يكون حزب نعترف به كحزب، ماشي تتربع فقط في السلطة الحاكمة 30 سنة وتقول لا أنت ماكش حزب خلاص، أعطيني وريني كيفاش تمارس المعارضة ما نستعرض بك كحزب. ونعطيكم مثال على الأحزاب القوية اللي نقدر نعطيكم كمثال على الان واش ناخذ. شوفوا مثلا في ايطاليا الحزب نتاع المعروف هذاك الرجل بيرلوسكوني، الحزب نتاعو اللي كان هو يقدم الاستقاله نتاعو، يقول لهم ساير من غادي نجبد الحكومه ونمشي،
ويخلي الناس كلهم يروحوا ويمارس المعارضة هو يبغيها يمارسها كممارسة، هو يبغيها يموت عليها، وبالتالي يمارسها ويعاود يدخل يعاود يفوت عليه ويعاود ينجح. إذن هل هذه الشجاعة موجودة في حزب التحرير الوطني؟ ورينا الممارسة الحق، ورينا شجاعتكم. إذن لازم هذا الأمر هذا كذلك يتطنوا له هذا الحزب الحاكم كذلك. نزيد نضيف كذلك مثال بسيط، أنه إذا كانوا ناس شخصين مثلا باش ما نكثرش الأمور، مسافرين في الصحراء وعندهم ناقة ماشيين عليها، الناقة هذه كيركب عليها فقط واحد مثلا باش ما يتعبوش عليها، هل أنه لا يعني في هذاك التاريخ يبقى راكب عليها غير واحد؟ ما يجوش أنهم يتعاقبوا الركوب؟ ونعرف أن واحد اللي يكون راكب على الناقة يشوف التاريخ بمنظور يخالف الإنسان اللي يكون يمشي في على رجله. نفس الشيء هذا هو في التداول على السلطه، حنا نطلبوا منهم باش انهم يجبدوا له سنه سيدي، اذا كان العهد اربعه حنا نعطيكم غير سنه، وقفوا في المعارضه وورونا شطارتكم في المعارضه كحزب معارض. كذلك انا ادعو كذلك لهاد الناس نتاع اصحاب المدح والتطباع والغناء والزغاريت، وراكم تعرفون هاد الناس هادو، هاد المدح هذا وهاد الزغاريت، هاد الناس اللي مارسوا هاد الممارسات الزائفه، هاد النفاق السياسي هذا راه مات من زمان زمان، مابقاش عنده الدور، مابقاش عنده الدور حتى في التخاريف كما نقولوا حنا. صايي يعني واحد تشوفوا مثلا وزير الصحة أو هذا وقع حاليا الآن في السنة هذه، يجي يزور مستشفى باش يشوف مثلا الوضعية الحالية، باش ربما يشوف جبر مثلا المدير تاع المستشفى يزوق له في مكان معين ويجيب له يعني مطرح وين ينعس عليه هذا جديد، ويبنتر له ذاك البيت ويجيب له طبيب الله يبارك وهذا، ويديك فقط لهذيك باش يوري له فقط ذاك المكان. هذا نفاق تاع المواطن العامل، ماهوش نفاق تاع الوزير كذلك. علاش هذا المواطن المسؤول يديه يزوق له ويحضر له ويديه باش يوريه؟ علاش ما يوريش الواقعية الحقيقية باش يشوفها؟ علاش يغطي عليه الحقائق؟ هذه ما هي ممارسة المواطن. إذن هذا المدح الزائف وتروح للمسؤولين والرئيس ومن عارف تقولوا له ودي كل شيء راه لاباس والحمد لله وماشيين على خير وهذا، الدنيا راه ماشيه في والو، راكم مشاركين وانتم هما اللي تعتبرون الرؤوس الاساسيه في المشاركه، انتم اصحاب التضليل، بالتالي فيقوا مع رسالكم شويه في هذا المجموع. كذلك هاد الشرعيه الثوريه اللي تغرست في العقول نتاع المسؤولين، لان انا نسميها بالخدعه السياسيه ماهوش الشرعيه الثوريه، خدعوا بها الناس، حتى انه ان الشرعيه الثوريه الحقيقيه لم تعطى للمواطنين الحقيقيين اللي كانوا مجاهدين، وحنا نعرفوا باللي كل الشعب الجزائري كان مجاهد حتى الحيوانات. كيفاش تجي دير بطاقه لوحدك انت والزعامه تاعك وصحابك وتقفز على كل المواطنين الجزائريين وتبقى تنادي بالشرعيه الثوريه وما شابه ذلك؟ هاد الامور لازم تنزل تساي، ما تبقاش تدور. وهاد الوزارة المجاهدين وهاد راكو تناديو بالتقشف في الجزائر. اذا نطلب من الوزير من رأي الوزير الاول تاع الحكومه، مادام تنادي بالتقشف وراك تقول باللي الوضعيه الماليه يعني راها يعني في خطر، ديروا لنا سيدي جمود لوزاره المجاهدين، ماشي نقولوا قلعوها، جمدوها لسنه او سنتين، والاموال اللي تعطيوها لهم ديروا توفرها في اماكن اخرى اللي هي عاجله وتشوفوها عند صالحها قبل. والله وجهة المجاهدين هذه ما تدخلش في هذا النظام التقشف مثلا، وعلاش غير الجزائر اللي عندها هذه وزارة المجاهدين؟ واش نديروا بها احنا؟ كذلك نزيد نضيف مثلا نقاط أخرى مثلا نتاع اللي هو مهم وأنا نتمنى أنه نديروا عليه حصة خاصة، اللي هو السلم الإداري والصلاحيات والتقسيم الإداري في المجتمع الجزائري. هذا لازم إعادة النظر فيه، وللأسف الشديد أن الأحزاب هذه اللي تعتبر روحها معارضة لم تلتفت الانتباه لهذه النقطة المهمة. وأنا أعتبر كمواطن جزائري، هذا حسب رأيي والله أعلم، أن هذا التقسيم الإداري في الجزائر والصلاحيات التي تعطى للمسؤولين لازم إعادة النظر فيها، لازم تغير، أصبحت غير صالحة، أصبحت هي السبب في البيروقراطية وفي الفساد وفي عرقلة التغيير وفي عرقلة التداول السلمي للسلطة، اسمها هي كل المشكل. أنا في رأيي أن حتى صلاحية الرئيس حاليا بالعقلية الموجودة في المجتمع الجزائري لازم تتغير، ما يصبحش عندنا رئيس بالمفهوم
في الدستور اللي موجود في الجزائر، لازم يكون عندنا احنا رئيس باش نقضوا على هذه المشاكل اللي موجوده والتخبطات بالمفهوم اللي موجود مثل في الدوله مثل المانيا وايطاليا، عنده صلاحيات خاصه وتبقى تلعب التداول على الحكومات. هذا حسب رايي طبعا، وهذا انا اراه اساسي في التداول على السلطه وفي التغيير وفي الاصلاح وفي القضاء على البيروقراطيه وما شابه ذلك، وهدف ذلك التغيير الاداري بالنسبه للولاد. الوالي راه كما اكثر من جنرال، تشوفوا فيه كيفاش يخرج ويدير منا. شوفوا الوالي هنا ما نسمعوش به، عنده صلاحيات محدوده في اوراق معينه، يعني ما الصلاحيه ترجع للرئيس البلديه، يعني كان امور لازم تعاد النظر فيها من الاساس لانها تعتبر مهمه في هذه الامور اللي نذكر عليها. هذا حسب رايي والله اعلم. نعم، شكرا الاخ نوري من اسبانيا. الاخ نوري الاخ تونسي في نهايه هذا البرنامج، كش ما تقترح حلول؟ اخ تونسي. الو. نعم تفضل. بارك الله فيك، شكرا للاخوه اللي تقدموا بالاقتراحات وتقدموا بافكار، يعني يجزيهم ربي خير عليها ان شاء الله تعالى. التداول على السلطه هو الايمان بالتغيير، التغيير يعني حريته في الاختيار، يعني وعي سياسي، وعي سياسي شعبي، وهذا تقوم به النخبة المؤمنة بالتغيير وبمشروع التغيير والتداول على السلطة وبناء دولة القانون ومشروع بناء وطن بسواعد الجميع وبوعي الجميع. هذا التداول لن يكون إلا إذا آمن به كل مواطن جزائري أدرك بضروريته. الطبقة السياسية تحمل أمانة لهذا الوطن، وهي أنها معارضة بمعارضتها سواء في البرلمان أو في الأحزاب تصدرت المواطن في الدفاع عن مشروعه الحضاري، ووعدته هذه الوعود اللي مدها رؤساء الأحزاب، اللي مدها رؤساء الأحزاب والبرلمانيين على أنهم يحملون همومه سيسألون، وقفوهم إنهم مسؤولون. لا بد على الشعب أن يتضامن ويتصالح ويتوحد على مشروع بناء وطن يعيش فوقه الجميع. أفتح قوسين أخ نوردين هنا، ولكن هذه النخبة التي تبحث عن التغيير والتي ظهرت في صورة مبادرات مع صدقهم والذي يبقى أمرهم إلى الله، أنا أشوفهم أصبحوا من أرباب المبادرات، لا فرق بينهم وبين السلطة الحاكمة إلا في التغيير. هذه النخبة هذه اللي راهي تنادي بالمبادرات، كل واحد يقول لك أنا فولي طيب، كل واحد يقول لك أنا المشروع تاعي وبس، وكل واحد مدير قناة ويقول لك أنا القناة تاعي وبس، ما لازمش يفوت فيها الآخر، وما لازمش يفوت فيها المثقف الآخر ولا النخبة الأخرى، كل واحد مدير نور الدين مدير عش ويتكلم فيه بما يليق به فقط وإقصاء الآخر. هذا الآخر هذا هو يكون ذراعه الأيمن، هو يكون ذراعه الأيسر، هو يكون عينه ويكون أذنه ويكون رجله التي يمشي بها. هذا الآخر اللي يحوس هو كذلك على التغيير. الحل أنه هذا الناس اللي يقدموا مبادرات من الأحسن ومن الأفضل ومن الأولوية وتدارك للوقت أنهم يلتقيوا مع بعضهم وأنهم يطرحوا المبادرات تاعهم ويتفقوا على أمور اللي تجمعهم جميعا، ويتكلموا بصوت واحد، ويتكلموا بفكرة واحدة، ويتكلموا بأسلوب واحد وبلسان واحد. ولازم تكون عندهم قناة حرة. هذه القناة الإعلام راه مهم جدا، وكم يكونش الإعلام هذا ما يغيرش، لأن الناس يحوسوا يشوفوا النخبة هذه ويشوفوا الإنسان الصالح الصادق المخلص للبلاد والعباد باش يثيقوا فيه ويعودوا يتبعوه. وين الوقت المناسب في انتخابات رئاسية أو في برلمانية أو في كذا، هذا النخبة هذه اللي راهي تتكلم المنبر الحر هذا
راح تدير توجيه للشعب، والشعب يكون مع الممارسات ومع التراكمات تاع هذه التدخلات هذه، راح يولي عنده وعي وراح يثيق في هذ الناس اللي رايحين يديروا التغيير. خاطر باش الوجوه كي تشوفها الناس يعرفوه على الصدق تاعو، اسكو راه صالح ولا مش صالح. الناس راهي كرهت من هذا النظام هذا، وراهي عرفاته وعرفاته بالتخويف. نور الدين، الناس اللي راهم عايشين في الخارج راكم ما عشتوش مع انكم جزائريين. الاخ تونسي ركزنا على الجلب باش ما نبقاوش نشكيو، ركزنا على مانيش نشكي يعني افهمني الاخ تونسي، في حلول والله يا الاخ تونسي، ركزنا على الحلول فيما يتعلق بالموضوع تاعنا نتاع اليوم اللي هو يتعلق بالتداول السلمي على السلطه. ركزنا، ديرنا مجموعه من النقاط، ها واش لازم يكون على جلب باش نختموا البرنامج. تفضل. شوف النقاط اللي راني تكلمت عليها، هو التداول على السلطة يبدأ في هذه المعارضة بالذات. نعم. منها بالذات اطرح أفكار ونتلاقاو في مكان معين، والله في قناة معينة، والله في هذا المنبر هذا تاع راديو وطني، والله في أي مكان واحد آخر. نعم. المهم لازم يكون الحوار من بين هذا الناس اللي راهم يناديو بالتغيير. نعم. منا تبدأ البذرة الأولى والأسنبلة الأولى تبدأ تخرج. نعم. وباش نروحوا للقاعدة ونروحوا للشعب ونغيروا. هذا هو يعني الله أعلم. الإعلام راه مهم جدا، ولازم كما يقولوا الوعي السياسي يلحق لكل بيت. نعم. لأن المعلومات ولا الفورماسيون راهي ناقصة عند الشعب، راه مغرب واش راهم يشوفوا الصحف، واش راهم يشوفوا النهار، واش راه يبلع لهم هذا النظام هذا، وهذا الطبقة السياسية اللي راهي عايشة مع النظام. والله أعلم وبارك الله فيكم. نعم، شكرا. وعليكم السلام. شكرا للأخ تونسي. الأخ مولود في نهاية البرنامج إذا تحب تدير مداخلة فيما يتعلق بالحلول، تفضل. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ارتحت شوية؟ ارتحت الحمد لله. الحمد لله. جزاك الله خير الأخ مولود. حدث لي طارئ فلهذا يعني اعتذر، ما شاركتش في البرنامج. نعم، المهم الأخ مولود الموضوع تاعنا. نعم. كان حول التداول السلمي على السلطة في الجزائر. تفضلوا الإخوة مشكورين وعطونا معلومات اللي أثرنا بها الحوار. نحن الآن في نهاية هذا البرنامج حول النقطة نتاع كيفاش يتم التداول على السلطة في الجزائر. يعني باختصار. نعم. يعني الناس تعرف ولكن ما تطبقش يعني هذه الاشكال التداول السلمي على السلطه. هناك تكون هناك احزاب او يعني مجموعات، قل ما شئت، يكون هناك انتخابات حره، يعني انتخابات حره، وقبل هذه الاشياء الانسان يوجد الفضاء. انت ما تقدرش دوك يعني تبادر باش دير التغيير السلمي مثلا، ومن بعد يكون وراه بناء نبني يعني هذه الفكره تاع يعني تداول سلمي، حتى تكون يعني يكون جهد مبذول، تربي جيل عندك 20 سنه، تربي جيل، تربي على هذه العقليه. لان ارى في الجيل الان من المستحيل يعني في عشيه وضحاها ان تدخل الفكره هذه تاعي، لان الان سبحان الله الان اللي يحكم السلطه يعني ينتقم. هذه المشكل هذايا، هذه المعضله تاع الانتقام، نهار تنحم راسنا تماك الانسان يقدر من بعد يحل يعني تبع يعني كما نقولوا التداول. هذا واش نقدر. نعم، شكرا. شكرا اخ مولود، الميكروفون من فضلك. اذا الاخوه والاخوات، كان الموضوع تاعنا اليوم هو حول التداول السلمي على السلطه في الجزائر. كنا يعني مع الاخوه اللي كانوا مشاركين معنا في هذا البرنامج، تناقشنا حول مجموعه من النقاط. اولا كان هناك تعريف حول التداول السلمي على السلطه والاهداف تاعو، تحدثنا عن الثقافه نتاع التداول السلمي على السلطه، تحدثنا ايضا عن الواقع الجزائري فيما يتعلق بهذا الموضوع تاع التداول السلمي على السلطه، وتحدثنا عن الاشكالات نتاع التداول السلمي على السلطه. النقطه ما قبل الاخيره كانت حول الخلل، والان النقطه الاخيره اللي هي كيفاش باش يكون هناك تداول سلمي على السلطه في الجزائر. نحاول هو أن نضيف بعض النقاط المتعلقة بهذه النقطة الأخيرة حول التداول على السلمي على السلطة في الجزائر. الخلل أولا
فيما يتعلق بالموضوع تاعنا اليوم حول التداول السلمي على السلطة، الخلل هو في السلطة. والشعب إذا كان الآن درك راه وما كانش هذا الثقافة نتاع التداول السلمي على السلطة، فهذا ما رده إلى هذه السلطة القائمة اللي هي اغتصبت الحق نتاع الشعب اللي هي الإرادة، وصارت هي تنتج في هذا التزوير، صارت هي تنتج في هذا التضليل، صارت هي بالمجتمع بصفة عامة. فالمسألة هذه نتاع الخلل تتعلق بالسلطة وتتعلق بالحاشية نتاع السلطة، لكل المؤسسات اللي راها خاضعة لهذه السلطة، يعني الإعلام سواء كان المرئي ولا المسموع ولا المكتوب وإلى غير ذلك من هذه السلطات اللي هي راها تأتمر بهذه السلطة. فالمسألة إذن نتاع الخلل تتعلق بالسلطة، السلطات المتعاقبة تداولوا على السلطة، تداولوا، كان الرئيس بن بلا وكان الرئيس بومتيان وكان الرئيس الشاذلي وكان الرئيس زروال وكان الرئيس بوضياف والآن راهو بوتفليقة، تداولوا على السلطة ما شاء الله. كيف كيف في المخابرات كان الكحل عياط وكان زرهوني وكان بتشين وكان توفيق والآن راهو طرطاق. كيف كيف المجلس الشعبي الوطني كان ربح بيطاط وكان بالخادم وكان بن صالح والآن راهو هذا ولد خليفة. تداولوا على السلطة، ولكن هل ترى تداولوا على السلطة بطرق نظيفة؟ هل ترى تداولوا من خلال تنافس شريف؟ هل ترى تداولوا على السلطة من خلال الإرادة نتاع الشعب؟ هل ترى تداولوا على السلطة بطرق صادقة وبطرق تاع شفافية؟ هل ترى تداولوا على السلطة بحيث هو أن الشعب اختار الأفضل؟ ولا واحد من هذا الناس اللي وصلوا للسلطة وصل ليها عن طريق نتاع الإرادة نتاع الشعب، كلهم وصلوا عن طريق التزوير وعن طريق الانقلابات. فهذه المسألة إذن الخلل فيما يتعلق بالموضوع تاع اليوم هو يتعلق بالسلطات المتعاقبة. درك الحل هذا، درك احنا الطبيب هذا لما يروح إليه مريض هو أنه يدير له التشخيص، وفيما بعد هو لما يعطي له دواء النتائج نتاع الدواء ما راهيش رايحة تظهر في أول يوم، إلا إذا كان هذا المرض يعني نتاع حاجة عابرة، قال مثلا ألم هكذا ربما نتيجة نتاع إرهاق، والله قال يعطي له دواء ربما في خلال دقائق والله في خلال ساعة والله يروح الألم هذاك. لكن المرض هذا اللي راهو صار متأصل، هذا المرض لا يمكن القضاء عليه هكذا بسرعة، لأنه هذا الدمار اللي الآن راهو حل بالأمة، هذا موش انتع نهار ولا انتع يوم ولا انتع يومين ولا انتع عام ولا انتع عامين، راها كاينة أشياء متعلقة ومرتبطة أساسا بالاستعمار غرست في الشعب الجزائري. هذا الحالة انتع العنف، هذا الكلام الساقط، هذا الخشون اللي راه صار الآن يمتز بها الشعب الجزائري مش متأصلة في الشعب الجزائري، أشياء غريق تدمير ممنهج. يعني وش تنتظر انت من ثقافة انت قرن وثلاثين سنة اللي غرست في الشعب الجزائري، وش راح تنتج لك؟ هذا الشيء اللي الآن رانا وصلنا ليه هي كلها نتائج، بالإضافة إلى عقلية انت على الرأي الواحد والأوحد، عقلية انت على الحزب الواحد وانت على القناة الواحدة وانت على الصحيفة الواحدة. هذه العقلية انت لا أريكم إلا ما أرى تغرست في الشعب الجزائري وأنتجت هذه الثقافة اللي الآن رانا نشوف فيها ثقافة الجبن، ثقافة البخل، ثقافة الحسد، ثقافة البغضاء. هذه الثقافات اللي الآن راها صارت تضر بالأسرة الجزائرية وتضر بالمجتمع. إذن إذا حبينا على جل باش يكون هناك تداول سلمي على السلطة لابد لنا من ثقافة جديدة، ثقافة نتاع التداول السلمي على السلطة، ثقافة قبول الآخر، ثقافة الصدق، ثقافة النزاهة، ثقافة الإخلاص، ثقافة التضحية من أجل المصلحة العامة، ثقافة الإيثار. باش نوصلوا لهذه الثقافة لابد من غرس، لابد من تربة صالحة،
وهذه الثقافة لا تتم بين عشية وضحاها. دوك حنا إذا كان شخصنا الوضع في الجزائر سنجد هناك أحزاب أراها أكثر من 60 حزب، ولكن يا هل ترى فيه تداول على السلطة في الجزائر، تداول سلمي مش موجود، ومن قال ذلك فهو كذاب، مش موجود الثقافة نتاع التداول السلمي على السلطة حتى داخل هذه الأحزاب. أحزاب موجودة والدستور موجود والبرلمان موجود والرئاسة موجودة والمؤسسة نتاع القضاء موجودة، ولكن الواقع ما كانش تداول سلمي على السلطة. باش يكون هناك تداول سلمي على السلطة، أولا لابد من ضمانات، ضمانات لابد من دستور جديد، والدستور مش دستور نتاع خروطه، دستور اللي يشارك فيه الشعب الجزائري من خلال الممثلين نتاعو ومن خلال المؤسسات المختلفة، يجيو له ناس مختصين ويحدث حوله نقاش قبل ما يصادق عليه في البرلمان والله في عند الشعب، يحدث عليه نقاش مادة بمادة. قال مثلا الانتخابات الرئاسية الرئيس يكون عنده 7 سنوات، يحدث عليه إجماع ويحدث عليه نقاش كذا في البرلمان، قال ها هو البرلمان، صلاحية نتاع البرلمان، صلاحية نتاع رئيس الجمهورية، صلاحية نتاع رئيس الحكومة، يحدث نقاش على جل باش يكون هناك تداول سلمي على السلطة، ونربيو الأولاد نتاعنا كيف ما كانوا يقولوا الإخوة، نربيو هذا النشأ ماشي بالمواد وبالدروس وإنما بالأفعال. لما يكون هناك راهو كاين هناك تداول على السلطة، قال مثلا البرلمان النائب البرلماني قال ينتخب ومن بعد يتم استبدال هذا النواب هذو في مدة 5 سنين. المواطن لما يشوف هناك احترام للقانون باللي في 5 سنوات راهو فعلا يتم التداول السلمي على السلطة، المواطن فيما بعد هو راهو رايح ينشأ، مش يتربيه كيف ما راهم يربيه درك هذو المسيحيين والناس اللي ما يأمنوش بنتاع لا نوال، يربيه ويقولوا له باللي او جيك بابا نوال او راح يحط لك الكادو قدامك، رانا بالمناسبة نتاع الايامات نتاع بابا نوال، وفيما بعد لما يكبر يعرفها باللي كذبة. نفس الشيء تلما تربيه على التداول السلمي على السلطة تقول له باللي هاو الرئيس كيف ينتخب من طرف الشعب، غدوة لما يكبر يشوفها مجسدة على أرض الميدان. ميجي قال جابوه من المغرب كان لاجئ لمدة 27 سنة وجابوه وقتلوه في عنابة، والله كان في دبي وكان يتفحفح في الخليج وجابوه حطوه رئيس. تداول السلمي على السلطة إذن هو على جل باش نغرسوه في هذا النشأ من خلال المناهج تاع الدراسة ومن خلال الأفعال اللي يلمسها المواطن على أرض الواقع، مش من خلال الخطب موجودة اللي على الواقع ما عنده حتى علاقة بها. وأيضا احنا ذوك لما نشوفوا الأهداف هذه نتاع التداول السلمي على السلطة، وش يدير هذا التداول على السلطة؟ من بين الأشياء اللي يديرها هو التنافس، تنافس الشريف والحماسة. لما تكون هناك معارضة، معارضة حقيقية، كي نقول معارضة حقيقية مش تنتقد، معارضة حقيقية هو أنها تمتلك مشروع بديل. هذه المعارضة الحقيقية لما تكون عندها بديل ويكون عندها مشروع ويكون هناك صراع حول الأفكار وحول البرامج، فيما بعد هذيك لما تكون هناك يعني يكون هناك اعتبار لهذوك الناس اللي راهم عندهم أفكار ومشاريع ويصير هناك تنافس حول المشاريع. انت بهذا الطريقة انت التداول السلمي على السلطة هو انك انت راك تدفع الحماسة، الحماسة قتلوها. تشوف انت ذوك مثلا اطارات وكوادر يخرجوا ويروحوا للخارج، لماذا؟ بل حتى مواطنين عاديين يخرجوا يصيروا جهابذة وفطاحلة في ميادين مختلفة، بينما في الجزائر تلقاه راهو كادر من الكوادر، ولكن يجي واحد يحتقره ما عنده حتى مستوى، وربما يدفعه على جل باش يستقيل ويروح يخير ربما عمل واحد آخر. نهار اللي يكون هناك تداول السلمي على السلطة يكون هناك تنافس شريف، والتنافس هذاك يخدم البلاد.
لما يكون غدوة التنافس على البرامج راح يدير لك طريق يديرها لك مثلا بعشر ملاير، والآخر يعطي لك مشروع واحد آخر يقول لك أنا نبنيها لك بخمس ملاير، ولكن خمس ملاير تكون أحسن من هذا الإنسان اللي راح أعطاها لك بعشر ملاير، ويجيك واحد آخر يقول لك لا أنا نديرها لك مليار، وواحد آخر يقول لك لا أنا نديرها لك بخمسمائة مليون. تنافس على المشاريع وتنافس على البرامج هو أنه راهو رايح يقدم خدمة للمجتمع، وراهو رايح يدفع كل هذيك الإطارات الكفأة وكل هذيك يعني الشخصيات هذيك اللي راها تمتلك مشاريع وتمتلك برامج وتمتلك أفكار، راح تساهم في البناء نتاع الوطن، ويصير تصير الكلمة الأفضل. بينما لما تكون أنت تشجع في الرداءة وتشجع في التزوير، وش راك رايح تنتج انت فيما بعد؟ راك تنتج هذا الخراب اللي راهو الان حل بالمجتمع. اذن على كل الشرفاء، على كل الشريفات، على كل الجزائريين الاحرار والحرائر، هو انه تساهموا، ما تبقاوش درك فقط هو انه نحكيوا على هذا المزورين. هذا المزورين ناس هذو ما راهمش رايحين الا غير الانسان اللي راهو يتوب وربي، ولكن هذا الناس ما تنتظروش منهم على جل باش يبنيو لكم هما دولة القانون. هذا الناس عصابة مجرمة ما يتنحاوش إلا إذا كانت هناك هبة شعبية شاركوا فيها كل الإرادات، شاركت فيها كل الإرادات المخلصة، وشيئا فشيئا إن شاء الله نهار يوصل الشعب إلى مستوى من الوعي، ومن بعد تعود الكلمة تدريجيا. نهار اللي تبنى المؤسسات ويصير البرلمان راهو معروف، ويصير المجلس الدستوري راهو معروف، وتصير الرئاسة راها معروفة بالناس اللي يوصلوا لها عن طريق الإرادة نتاع الشعب، في ذاك النهار نؤسس فيما بعد إلى البناء نتاع الدولة التي لا تزول بزول الرجال، نؤسسوا لها من خلال المؤسسات ومن خلال القوانين ومن خلال النظم اللي تكون نابعة أصلا من الإرادة نتاع الشعب. من غير هذا الكلام كل شيء راهو الخرطي في الخرطي. لماذا؟ لأنه أنت الآن باش تنظف ما تقدرش أنت تصلح بالفساد، ما تقدرش أنت تغير بالأشياء الموسخة. تروح تجيب لي أنت واحد في البرلمان مزور تنتظر له على جل باش أنت يدير لك. راه فيه ثغرات في القوانين، ثغرات دايرينها متعمدة على جل باش يهربوا منها، على جل باش حنا نديروا دستور نابع من الإرادة نتاع الشعب لابد من مشاركة الشعب، وباش نديروا مؤسسات نابعة من الإرادة نتاع الشعب لابد من مشاركة الشعب. راني نشوف أنا في ناس هكذا يحلموا من أجل التغيير وفقط يحوسوا الشعب على جل باش يزكيهم، وعلى جل باش الناس تمشي من وراهم وتضرب الزرنة. يعني يروح بوتفليقة يجي واحد آخر معاتقة، وهكذا احنا نحوسوا على جل باش الشعب يشارك، ويشارك من خلال المشاركة نتاعو. مشاركة نتاعو يدلي بالآراء نتاعو، بالأفكار نتاعو، بالاقتراحات نتاعو، بالملاحظات نتاعو، حتى بالانتقادات نتاعو البناءة، وشيئا فشيئا تبنى الدولة هذه تاع المؤسسات. الدولة هي ما تبناش هكذاك في رمشة عين والله في سنة والله في سنتين، وإنما لازم إذا كان درك رانا نشوفه بالعين المجردة، هو أنه قال مثلا شجرة نتاع رمان، الرمان هذا كيفاش ناكله؟ يطايش في الطريق. يخي لازم هو أنه أنت تجيب هذيك النبتة الصالحة، باش أنت تجيب ثمرة صالحة لازم النبتة الصالحة، وتختار لها التربة الصالحة وتسقيها وتحرسها باش فيما بعد هي تعطي لك هذيك الثمرة الصالحة. إذا كان حبينا احنا ثمرة صالحة لابد من غير الصالح، ولابد من صهر، ولابد من تضحيات، ولابد من عمل طويل وصبر وكذا على جل باش احنا فيما بعد في النهاية رانا رايحين هو انه نجنيو هذيك الثمرة الصالحة. إذا كان احنا مغرسناش ثمار صالحة، مغرسناش أشجار صالحة، فيما بعد الثمار الصالحة ما راناش راحين نجنيوها. هذه باختصار الكلمة نتاعي. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. نلتقي إن شاء الله يوم الغد الأحد 20 ديسمبر 2015. الموضوع الثاني يكون حول جنرال خالد النزار والمأساة. بإمكانكم هو أن تشاركوا معنا في هذا البرنامج على جل باش تنوروا رأي العام، كما بإمكان الناس اللي دفعوا على نزار والله يدفعوا النظرية تاعو يجيو، مرحبا بهم نسمعوهم
على جال باش يقنع الشعب كما بإمكان خالد نزار هو شخصيا هو أنه يجي يشارك إذا كان يحب ينور الرأي العام على إذاعة وطني، لأنه الإذاعة نتاع وطني ما تمشيش بالتوجيهات وما تمشيش بالتليفونات، إذاعة حرة تسعى من أجل تنوير الرأي العام. بإمكان كل الناس يجيوا يشاركوا سواء من الضحايا نتاعو أو من الناس اللي تعرضوا للمضايقة تعرضوا للتعذيب والاعتقالات، بإمكانكم هو أن يجيوا يشاركوا معنا في هذا البرنامج من أجل على جل باش ننوروا الرأي العام. وسنخصص برنامج لعلي بالحاج والمأساة، عباسي مدني والمأساة، مدني مزراق والمأساة، كل الناس يعلي هارون والمأساة. وبإمكانكم هو أن تجيوا وتشاركوا معنا ونعطيكم الفرصة على جل باش تعبروا بالأراء تاعكم. الهدف تاعنا من خلال هذه الحوارات ليس من أجل إثارة النعرات ولا من أجل نك الجراح، وإنما من أجل تنوير الرأي العام حتى لا تعاد المأساة وحتى لا نورث الأحقاد والضغائن للأجيال القادمة. احنا نحوسوا من خلال هذه الحوارات على جل باش نوقفوا هذا النزيف وعلى جل باش نساهموا من خلال هذا الوعي حتى باش إن شاء الله في النهاية تعود المنفعة للجميع. إذا نلتقي إن شاء الله يوم الغد، إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا، بارك الله فيكم. الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع.